صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة اليوم من برنامج الحدث، وضيفنا في هذه الحلقة وزير الداخلية السابق مروان شربل. صباح الخير. صباح الخير حضرة عميد ومعالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. اليوم بدنا نحكي كثير بالانتخابات أكيد بشكل أساسي وبكل تفاصيل التحالفات يلي بلشت تبين، لأنه نحن على مسافة أسبوع تقريبا من إعلان التحالفات النهائية واللوائح. رح نحكي كمان بمحور آخر وهو قانون العفو يلي هو مرتبط بالانتخابات ويتوقع أن أيضا يقر قبل الانتخابات. رح نحكي بتفصيل هذا القانون فيما لو أقر، من سيشمل، ماذا عن الاستثناءات وماذا عن الخلفيات السياسية لألو، ومن هي الأطراف السياسية التي ستستفيد من أصوات الألاف في الانتخابات النيابية المقبلة في حال أقر هذا القانون. ورح نحكي أيضا بالاستراتيجية الدفاعية اللي رجعت إلى الواجهة من جديد خصوصا بعد مؤتمر روما 2. قبل كل التفاصيل مع حضرتك جولة إخبارية مع زميلي ميشا ونبدأ من بعد حوارنا. صباح الخير. قال نائب وليد جملاط في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي: يبدو أننا سنواجه أيام جفاف قاسية وغير مسبوقة. وأضاف أن خطة باريس 4 تزداد حجما يوما بعد يوم، وقد شارفت على 23 مليار دولار حتى الآن. وفي آخر الأخبار أنهم يريدون استئجار بواخر تحلية مياه مثل البوارج الكهربائية التركية. ويقال أنه نفس الوكيل DONB Corporation، وبالمناسبة العداد ماشي. في تغريدة له على تويتر كتب النائب السابق فارس سعيد: دعوت من جبيل الشيخ حسين زعيتر إلى مناظرة تلفزيونية بعيدا من السجال الانتخابي حرصا على العيش المشترك، أرجو الاستجابة. في روسيا فتحت مراكز الاقتراع في العاصمة الروسية موسكو أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد، وقد أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصوته في مركز الاقتراع في أكاديمية العلوم الروسية بموسكو، وتوجه إلى مندوبي لجنة الانتخابات وأبرز بطاقة الهوية ليدخل إلى غرفة الاقتراع ويدلي بصوته. وخلافا للشائعات التي راجت سابقا حول أن بوتين سيصوت في شبه جزيرة الكرم أو في بيترسبورغ، أدلى الرئيس الروسي بصوته في المكان الذي اعتاد أن يصوت فيه، وهو مقر أكاديمية العلوم الروسية في شارع لينينسكي وسط العاصمة موسكو. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن حكومتها ستدرس مع حلفائها وشركائها الخطوات المقبلة تجاه روسيا عقب طرد موسكو للدبلوماسيين البريطانيين ردا على خطوة مماثلة من لندن. وقالت ماي خلال مؤتمر حزب المحافظين البريطاني أمس: لن نتسامح مع أي تهديد تسببه الحكومة الروسية لحياة مواطنينا على أراضي بريطانيا. وأضافت: نحن مطمئنون للدعم الكبير الذي تلقيناه من أصدقائنا ومن الحلفاء في جميع أنحاء العالم. كشفت صحيفة واشنطن بوست كواليس المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن ترامب طرح فكرة تعجيل خروج أمريكا من الحرب في سوريا، ولافتة إلى أن ترامب تقدم بطلب إلى الملك سلمان وولي عهده طلب فيها 4 مليار دولار لإنهاء الالتزامات الأمريكية في سوريا لتعجيل خروج الولايات المتحدة من الحرب السورية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن البيت الأبيض أراد الأموال من السعودية، كما تقدم بالطلب نفسه لدول أخرى للمساعدة على إعادة إعمار وترسيخ الاستقرار في الأجزاء السورية التي تمكنت القوات الأمريكية وحلفاؤها المحليين من تحريرها، مشيرة إلى أن هدف ترامب من تلك الأموال هو ترسيخ تواجد الولايات المتحدة وحلفائها في تلك المناطق المحررة حتى يمنع الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين من المطالبة بتلك المناطق أو أن يعود إليها تنظيم داعش. وتوقعت الصحيفة أن يتم وضع اللمسات النهائية للاتفاق الذي ستدفع السعودية بموجبه 4 مليارات دولار خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق قد يواجه برفض من بعض قيادات وزارة الدفاع الأمريكية. أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بإجلاء أكثر من 5000 مدني عن بلدات الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في قرية حمورية منذ صباح اليوم. بدوره أفاد الإعلام الحربي باستمرار سريان هدنة حرستا في الغوطة الشرقية لمدة 24 ساعة، والتي أعلن عنها ظهر أمس السبت لإتاحة خروج المدنيين عبر معبر الموارد المائية. من جهة أخرى تتسارع التطورات الميدانية في منطقة عفرين، حيث تحاصر القوات التركية مدعومة من فصائل الجيش الحر المدينة من ثلاث جهات.
وأدت العمليات العسكرية التركية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى نزوح أكثر من 200 ألف مدني من عفرين منذ الأربعاء الماضي مع اقتراب المعارك إلى مشارف المدينة. كما أفاد مسؤول كردي بأن النازحين يتوجهون إلى مناطق تقع تحت السيطرة الكردية أو باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري هربا من القصف التركي الذي استهدف مركز المدينة وجعلها شبه خاوية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة، عودة إلى زميلة كاترين حنا وضيفها. شكرا ميشا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، ورحب من جديد بضيفي وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل. أهلا وسهلا فيك من جديد معالي الوزير. بالانتخابات طبعا عم بنحكى كثير انتخابات، ولكن كنت عم تقلي قبل ما نطلع على الهواء انه هيدي الجمله اللي بتختصر اليوم الوضع اللي عم نشوفه والتخبط اللي عم نشوفه على مستوى التحالفات، انه مثل الواحد خيط بدله مفكره انه على قياسه وعلى قده، واذ بيطلع انه صارت ضيقه لانه نصح شوي، بس على غيره يمكن واسعه كمان لانه غيره ضعيف طبعا. فكيف هيدي الصوره بدنا نطبقها على الاحزاب اليوم والتيارات الاساسيه؟ القانون لما نحن عملنا القانون درسناه 6-7 اشهر، وطبعا استشارات كانت مع القانونيين والدستوريين واصحاب العلاقه والشان، حتى الاجانب السفراء وغيرهم، لما انحشروا بالوقت اخذوا المشروع تبعنا من 2012 له بمجلس النواب، واخر وقت اخر مهله ما بقى في عندهم، طرحوا كثير طروحات اما ارثوذكسي او خليط او اللي بدك اياه، ما كان في توافق الا انه انحشروا واخذوا المشروع تبعنا وشوهوا وقعدوا يخيطوا فيه بدلات على 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 قياسهم هن، خيطوا البدله وحطوها بالغزانه، لما راحوا تيلبسوها بعد وقت كانوا نصحوا هن ما عاد فاتت فيهم البدله، وهيك صار هلا البدله ضيقه عليهم. على مين بينطبق هالكلام؟ كل على كل رؤساء الاحزاب تقريبا، على كل رؤساء الاحزاب تقريبا. مين اكثر شيء اليوم وضعه صعب برايك؟ ما في حدا في وضعه صعب، في منهم بيخسر من محل بيربح بمحل، بس ما حياخذ التكتل اللي كان معه بال 2009 او بالقانون الاكثر. ما حدا؟ لا ولا واحد. حتى الثنائي الشيعي؟ حتى الثنائي الشيعي. هلا بنحكي بالتفصيل، خلينا نبلش معك من دائرة كسروان جبال معالي الوزير، لأنه كثير في كلام عم يصير، حضرتك من هونيك، وكثير كمان في مستجدات، يعني عم نشوف في خلاف بين اللوايح في المقعد الشيعي والمشكلة عليه أيضا، في أكثر من نقطة وحيثية ممكن ينحكى فيها بهذا الموضوع، على ما يبدو ثلاث لوائح أو أربع لوائح أكيد ستخوض هذه الانتخابات. هلا ثلاثة ثلاثة على الأكيد، الرابعة مش أكيد. بلا بلا، هلا عم كمجتمع مدني وكمان وحزب الله، إذا ما إذا المرشح تبعهم ما فات بالتكتل تبع التيار الوطني الحر، طبعا بدهم يعملوا هن لائحة لوحدهم. من هو المأزوم أكثر في كسروان جبال اليوم؟ التحالف التكتل الثالث أو التحالف الثالث يلي فيه اليوم مرشح حزب الله، يعني ما عم بيلاقوا لحد هلا حليف يقدر يعطي الصوت التفضيلي، مش بردون يعطي الحاصل الانتخابي، لانه بحدود 13,000 الصوت الحاصل الانتخابي اليوم، هيدي مشكله يمكن بيلاقوا لها حل، وانا بتقديري انا بتقديري وبدي وبهيك معرفتي للجو بجبال ولجميع الاحزاب انه رح يرجع يمشي، هذا تحليل مني انا، تحليل مش معلومات. معلومات نعم، ما عندي معلومات، لا انه يرجع يمشي مع التيار الوطني الحر. طيب بحسب ايضا تحليلك هذا ناتج عن عتب لدى حزب الله على طبعا هذا الموضوع؟ أكيد. عن الانفصال يعني بينه وبين التيار بكسروان؟ مزبوط هذا كان هي المشكله، بلشت بين الوزير جبران باسيل وبين الرئيس بري حول التسجيلات اللي صارت. نعم. وكل عمره الشيعي بجبال بسموه التيار الوطني الحر وبيكون معهم بالتكتل، مثل ما كان عباس الهاشم. نعم. الخلاف اليوم اللي حصل بين الوزير باسيل وبين الرئيس بري ادى الى هالمشكله هيدي، وتبنى حزب الله هو انه يرشح كحزب الله تيكون يعني وسيط بين اثنين حزب الله، انه نحن منرشح. الوزير باسيل ما قبل، او التيار الوطني الحر ما قبلوا، انه لا طيب ما نحن بمحلات اقليات بننضم لكم وانتم بمحلات اقليات لازم تنضموا لنا، وهيدي مشكله لكل الاحزاب المسيحيه.
لانه لحد هلا بعد ما شفنا وان شاء الله بكره بنشوف غير هيك بالتحالفات، هيدي مشكله يعني بتشوفي على طول على طول بدهم ياخذوا من صحن المسيحي بعد هيدي الشغله بعد ماشي هلا منعمل القانون متغير لغير القانون موضوع حقوق المسيحيين بهذا القانون بشكل اساسي على يعني هيك فهمنا وقت انجاز القانون. انا ما فهمت هيك من الاساس لانه نحن انتقلنا من الاكثري للنسبة على اساس انه المسيحيين بيتمثلوا اكثر وبيفرجون، لا تبين انه لا دخيلكم وين انتم موجودين، خذوا منا واعطونا، يعني فرجيني الدرزي بياخذ من المسيحي، السني بياخذ من المسيحي، الشيعي بياخذ من المسيحي، وفرجيني اذا المسيحي بياخذ من الدرزي او المسيحي بياخذ من الشيعي او المسيحي بياخذ من السني. هلا الخلافات اليوم بالتحالفات مين بده ياخذ من الطائف المسيحيه، يعني بعدنا مثل ما كانت المشكله بالنسبه للمسيحيين برايك بعده المشكله هو نفسه. وان شاء الله اكون عم بحكي غلط، خلينا نفرجونا بكره. بس هذا شو الحق على القانون ولا الحق على الديموغرافيا؟ الحق على التركيبه اللي انعملت، الحق على التركيبه اللي انعملت بالقانون اللي هي لصوت تفضيلي واحد، تقسيمات التقسيمات اللي صارت انه طب انا بدي اسال جزين وصيدا مثلا، عم بعطيكي مثل جزين وصيدا شالوا القرى صيدا يلي باغلبيتها مسيحيين وحطوهم بالزهرانه وتركوا المسيحيين جزين ضد سني صيدا، بقى كيف بده يكون هذا التحالف؟ وين 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 التواصل الجغرافي بين، وهذا اقل حق من حقوق المرشح انه يتعرف على، وانا كناخب بدي اتعرف على ابن صيدا بده يكون في تواصل بيني وبينه، ما في تواصل. بس بالوقت نفسه كمان عم نشوف دايره الشمال الثالثه اللي هي يعني باغلبيتها ساحه مسيحيه لبلموارني كمان شوف كسروان جبال، يعني في كمان بهالمناطق وهالدوائر تحديدا في صار اثر اكبر للصوت المسيحي. مشان هيك انا كنت اقول اذا حقيقه بده يكون في مشاركه حقيقيه مزبوط، مش نجي بنحط بيروت كلها مسيحيه والاولى وبيروت الثانيه اغلبيتها مسلمين ونحط لها اثنين مسيحيه، لا انا بحط واحد مسلم سني ببيروت الاولى، لانه في 7000 او 8000 صوت سني، ساعتها المسيحي بيطلع السني. او بينجبر ساعتها السني يتحالف مع المسيحي لانه هو اللي بده يطلعه، هلا نحن شو لنا دور كمسيحيين؟ وانا عم بحكي طائفي لانه هذه انتخابات وبلد طائفي ونظام طائفي وتوزيع حصص طائفي، بس انا بدي احكي للكل مسيحيين ومسلمين. انا وشو دور المسيحي ببيروت الثانية؟ صوته غير مؤثر. إذا اجتمعوا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب والأحرار وبدك إياهم تألفوا لائحة ببيروت الثانية، إيه شو بياخذوا من الحاصل الانتخابي؟ أما في مقعدين مسيحيين نعم بالدائرات الثانية مزبوط. شو بياخذوا؟ ما بياخذوش، ما بيقدروا ياخذوا الحاصل الانتخابي هالخمس أحزاب. طيب لا أنتوا فرغتوا بيروت وشلتوا مسلم سني منا او حط، انا بدي افهم ليش. بعدين بعكار شو دور المسيحي؟ بطرابلس شو دور المسيحي؟ ايه عم يتنت بالبقاع الغربي ان شاء الله يكون هلا بنوصل لكل دايره بدايرتها. انا اللي عم بقوله انا اللي عم بقوله اليوم الاحزاب الطائفيه المسلمه تتناتش الحصص المسيحيه، والمسيحي لا يستطيع ان ياخذ اي حليف له بتكتله من الطوائف الاخرى. نعم، بالعوده لكسروان جبال معالي الوزير، قلت لي انه على الارجح بحسب تحليلك ممكن انه يرجع المرشح حزب الله وحركه امل الشيخ حسين زعيتر ينضم الى لائحه التيار الوطني الحر بكسروان جبال، هذا الامر يضمن الفوز بهذا المقعد؟ ايه طبعا. لا حزب الله وحركة أمل؟ ايه بيضمن الفوز، بس وين المشكلة؟ لأنه في مشكلة عليه الاسم. لا لا ما في مشكلة، ساعتها بيطلع هو وبيطلع معه ماروني من لائحة التكتل بجبال. أما هني عم بيعملوا حسابات إنه إذا كان الشيعي مش موجود ممكن يطلعوا اثنين الموارني إذا عرفوا يوزعوا الأصوات بجبال، يعني يطلع النائب وليد خوري مع محبتنا والنائب سيمون، أما إذا نزل الشيعي معهم حكما حيسقط واحد منهم. بقى بس انا ما عم بسعى لهيك، انا بتمنى ان يكون في تعايش، الشيعي يطلع بايد المسيحيين، مش بكره يالفوا لائحه ويطلع الشيعي لوحده، ما بدي، لازم يكون في تعايش، وخاصه ببلاد جبال يلي ما في غير هالمركز الغير مسيحي. هن كم صوت شيعي في بينزل بحدود 13000 هول اللي بينتخبوا، يعني هول اللي بينتخبوا 12 او 13000 هول اللي بينتخبوا،
أنا بتمنى أنه يضلوا هالتعايش موجود ويكون رمز لكل مناطق لبنان، يكون الشيعي بيطلع بيطلعوا اللوائح المسيحية وتتبدل المراكز بغير محلات. نعم، ولكن هون حكى أنه في مشكلة على الاسم بحد ذاته، أنه من خارج جبيل والشيعة مش راضيين، مش كلهم راضيين عن هذا الموضوع، وفي ترشيحات شيعية أخرى، يعني هالأمور كلها بيتم تخطيها فيما لو وجد على لائحة التيار بيضمن ساعتها هالمقعد مثل ما كنت عم تقلي، بغض النظر عن المشكلة على الاسم بحد ذاته. هذه المشكلة مبنية على مشكلة، المشكلة اللي يلي ما خلت المشكلة الثانية اللي بدي أحكي لك إياها هلا تصير هي المشكلة الأولى بين الرئيس بري وبين الوزير باسيل. هذه لو لو ما كان فيها الخلاف بين بعضهم كان طلبه، كان طلب حزب الله وحركة أمل من الوزير باسيل إنه نحن عندنا هالأربع خمس أسماء مثل ما كانت تصير. نعم. اختار بدك إياهم إنه ننزلوا معك باللائحة. هلا صارت بالعكس، سموه لأنه المشكلة الأولانية هي السبب. والبعض بيشوف المشكلة كمان هي انتقال بحسب ما قال الدكتور فارس سعيد الكتلة الشيعية إلى كتلة مرشحة بعد أن كانت كتلة ناخبة، إنه بما أنه اليوم في سعي إنه أولا في ترشيح مثل ما كنا عم نحكي وفي سعي لتشكيل لائحة. أنا بلاقي في صعوبة. هيدا الأمر المستجد إلى ما يؤشر في كسروان جبال تحديدا. هلا أنا بقدر بقول له للوزير فارس سعيد إنه بعدهم الشيعة مثل ما هني بجبال، خلاف هدايه مثل ما قلت لك بين الوزير وبين دولة الرئيس، هالمشكلة اللي صارت ما انتقلوا الشيعة من ناخب إلى مرشح. بس هني رشحوا وعم بيعملوا، عم بيحاولوا يعملوا لائحة. هلا بحق لهم. طيب إنه أكيد بحق لهم، ولكن يعني؟ لا أكيد بحق لهم، ولكن عم نحكي إنه هذا أمر مستجد. هلا هذا لم يكن موجودا بالانتخابات السابقة. ممكن تنحل هلا مشكلة الخلاف بين الوزير باسيل. طب اذا ما انحلت، شو مصير مرشح حزب الله؟ بدهم يالفوا لائحه، بده يالف لائحه وبدها تحصل على الحاصل الانتخابي، واذا ما قال واذا ما حصلت على الحاصل الانتخابي بيسقط اللي هن مكلفينه او تبع حزب الله. والاحتمال كبير انه يسقط طبعاً في حال كانوا بلائحه وحدهم 50% هيك. نعم. 50% هيك. بالنسبة للائحة التيار الوطني الحر يلي حسب ما مبين والمشاكل داخل هذه اللائحة طبعا بعد لم تعلن بشكل نهائي، وإنما مبين يعني نعمة فريم، منصور البون، اليوم التيار الوطني الحر، في العميد شامل روكوز، كيف شايف هالتركيبة وشو وضع هون منصور البون تحديدا النائب السابق؟ هل يمكن أن يبقى في هذه اللائحة؟ ماذا لو انفصل عنا؟ إلى أين سيذهب؟ أدي وجوده أيضا ضروري لتقوية هذه اللائحة. هلا ما في شك أنه أنا امبارح تلاقيت فيه بالصدفة للنائب منصور البون وحكيت أنا وياه بهذا الموضوع. هي يمكن آخر مرة أنا بتقديري آخر مرة بيترشح، وما رح يقعد يتقاعد بالبيت على اساس انه هو كان سائط. بتصور انا انه حينضم مع التيار الوطني الحر. هونيك الحظوظ الاوفر يعني الحظوظ الاوفر، وفي في امور ما بتخليه مع بقيه اللوائح. قديه هيدي يعني عم تقول حظوظ اوفر له شخصيا، ولكن قديه كمان بتعطي حظوظ اوفر للائحه بشكل طبعا عام؟ بتعطي شو المتوقع فيما لو بقيت التركيبه والتحالف مثل هوني الكسر الاكبر له اهميته. هو بيعطي حاصل انتخابي بكبر الكسر الاكبر. قديه متوقع انه تحصل لائحه التيار يعني بكسروان جبال؟ انا بتقديري مينيموم أربعة، يعني بيضل في أربعة عم نحكي كسروان جبال. بيضل في ثلاثة عم نحكي موارنة. أربعة موارنة، مينيموم أربعة موارنة. يعني بيضل في ثلاثة موارنة ومقعد شيعي. مزبوط. وين ممكن يتوزعوا بحسب مفاريد هيكل الخزن؟ معلوماتك. إذا فريد هيكل الخزن قدر يجمع حاصل انتخابي بياخد اثنين. بياخذ اثنين، بيضل في مقعد واحد مروني. بيضل في مقعد مروني تكت القوات اللبنانية يلي عاملين هن كمان. بيقدروا يحصلوا على يشدوا حالهم ليحصلوا على شو وضع القوات بكسروان جبال؟ وما مبين في تحالفات يعني مع احزاب مهمه او عائلات كبيره. انا بتصوري انه القوات اللبنانيه لما تقطع الامل من كل من تيار المستقبل، لانه هن بيقدروا يستفيدوا من تيار المستقبل بالمحلات اللي بنحكي عنها، محل ما في مقعد للسنه مثل نعم. عكار، مثل مش برضه مثل زغرتا، مثل الكوره، مثل بيروت الاولى.
بقى هي هي كل المسيحيين بيقدروا يستفيدوا منها بهالوضع، بس ما راح يستفيدوا ببلاش. مش هناك عم بقول لك انه بكون تنزلوا معكم بهالتكتل، بدنا هيدا مثل ما صاير بجزين وبصيدا. بس يعني وضع القوات صعب بكسروان جبال، مش صعب، هي اللائحه الاضعف تقريبا بين اللوائح الثلاثه الاساسيه. ما فيني اقول اللائحه الاضعف، بدك تشوفي مين بده ينتخب القوات اللبنانيه بكره اذا هن بقيوا لوحدهم. بينما مع فريد هيك الخزن في تكتل الكتائب، في كتائب وفي فارس سعيد وفي مثل ما فهمت جيلبرت زوان. مع القوات اللبنانيه بعد ما في حدا الا زياد حواط بجبال وشوق الدكاش بكسروان. هالشيء بيأمن لهم حاصل على الاقل، ومعهم الشيعي الدكتور محمود عواد الصديق. نعم. بقى هو هالثلاثه اذا بيأمنوا حاصل انتخابي، وبعتقد انا بيأمنوا حاصل انتخابي واحد، بيطلع واحد من هالثلاثه، والارجح بيطلع يا اما زياد حواط يا اما الدكاش. نعم. الدائرة الثالثة بالشمال كمان من الدوائر يلي الأنظار تتجه لها، ويبدو أنه في كمان مشكلة كبيرة بهال، وين في مسيحية في مشكلة كبيرة بهالدائرة، لأنه كمان اليوم مع يعني المشكلة بين القوات والمستقبل وتوجه تيار المستقبل لإعطاء الوزير جبران باسيل الصوت التفضيلي. لكن ما أحلى هالكوكتيل. كيف بتشوف الصورة؟ لكن ما أحلى هالكوكتيل، بشري صغرتها الكورة البترون في ثلاثة، طبعا عشرة، في ثلاثة سبعة موارنة وثلاثة أرثوذكس، وبهالدائرة هي بهالدائرة فلان ما بيحكي مع فلان وفلان بدون ما سميهم معروفين، وفلان ما بيحكي مع فلان وفلان عدو فلان وفلان يحل عنا ما منا عايزين. والأحلى من هيك إنه بهالدائرة هي في ثلاثة اليوم عندهم طموحات أو مرشحين هلا شفهيين، شفهي لرئاسة الجمهورية. تصوري هيدا هالمعركة اللي بدها تصير هونيك، وحيكون موضوع الأحجام اليوم، ومين كيف وكيف بدنا ننتخب وكيف بدنا نعمل اليوم. في أربعة مش أربعة، يعني الوزير بطرس حرب، وفي الدكتور جعجع رغم أنه هو مرشح شخصيا، يعني والوزير سليمان فرنجية والوزير جبران بالبترون بسيل. بالبترون أربعة. المنافسة اليوم لأنه بالبترون في اثنين مورني. بالبترون اليوم منافسة مثل ضد الحليف اللي كان معه بالانتخابات 2009 الأكترة. الوزير بسير بالبترون بال2009 خسر على 2700 صوت، بينما كان هو واثنين ضده كان القوات اللبنانيه والشيخ بطرس حرب. هلا هن الشيخ بطرس حرب والقوات اللبنانيه متنافسين اليوم مبتعدين، فاذا هو رح يبقى رصيده هو ذاته. انا نفترض مش هيك سعى انه يكون الصوت التفضيلي بالقضاء بالضبط، يعني الكل عم نسال يعني طبعا نعم. الكل مستفيدين، بس بمحلات استفاد، بمحلات التيار خسر. مثلا لو كان صوتين تفضيلي بجبال كان اثنين طلعوا تبع التيار. بقى في محلات ايجابيه وفي محلات سلبيه. نعم. فاذا التنافس بالبترون حيكون بين الشيخ بطرس حرب وبين القوات اللبنانيه، حكما رح يطلع الوزير باسيل. هلا شو بيطلع معه؟ بيطلع واحد من الكوره؟ ما بعرف. بقى ممكن يكون حاصل واحد بس مقعد الوزير جبران باسيل، هذا احتمال وارد؟ احتمال، لانه باللائحه فيها عشرة، فيها من الكوره، فيها معه الشيخ ميشيل معوض، معه اشخاص يعني. ممكن اذا اخذ اثنين يطلع واحد من هونيك، مش رح يطلعوا اثنين من البترون ولا ممكن. نعم. بس بين الوزير بطرس حرب ودكتور فادي سعد مرشح القوات اللبنانيه، من الاقوى بحسب يعني توزيع الاصوات المعروف؟ هلا طبعا صار العالم ميالين للاحزاب اكثر ما ميالين للاشخاص. بعتقد انا القوات اللبنانيه اقوى، بس الشيخ بطرس بالجرد عنده إمكانية تجيير. مقاعد صغرتها ثلاثة، مع انضمام ميشيل معوض إلى التيار الوطني الحر، هل هذا سيؤمن له الفوز أم فقط هو سيشكل رافعة للائحة التيار، والتيار بالنهاية سيعطي صوته التفضيلي لمرشحه في صغرتها؟ هون بده تصير اللعبة. هلا الفائض بالصوت التفضيلي لازم يتوزع، هن بيعرفوا ساعتها، بس بقدر بقول لك انا انه اكيد بثلاثه بصغرتها، اثنين للوزير فرنشي وبعتقد ميشيل معوض
يعني بحدود 90%. حتى لو ما عطي التيار الوطني الحر اصوات تفضيليه، عنده هو اصوات تفضيليه، عنده هو اصوات بصغرتها وبالزاويه بسموها صغرتها الزاويه اكثر من صوت التفضيلي للتيار طيب الوطني. نعم، طب ليش برايك اختار انه يكون على لائحه التيار وليس على لائحه القوات اللبنانيه، علما انه هو اقرب بالخيارات السياسيه الى القوات اللبنانيه؟ شو يعني المعطى الانتخابي اللي خليه يختار هذا التوجه؟ بتضل التفاهم مع التيار الوطني الحر اهين بكثير من التفاهم بين الزغرتاوي وبين ابن بشري، خلينا نحكيها هيك. يعني في بدي لك شغله، في حساسيات. لو سمعنا مثلا الوزير الفرنجي نوجه له تحيه، قال انه خلص مشي الحال ونسينا، في مجزره صارت، مع انه هالمجزره يعني في اشخاص كثير مسؤولين كانوا عنا، مش لازم يتحملها شخص واحد. وهي حرب، هي الحرب كانت بلبنان، ها هي يعني ما فيك تيجي تقولي لا شيء ثالثني، هي حرب، ما كنا عايشين بالسلم. نعم. بقى بالعقليه الزغرتاويه بتتقبل ابن الباترون اكثر ما بتتقبل ابن بشري. مشان هيك لجأ الى هذا الخيار. انا بتقديري بيصير في تقارب نحو من صغرته اكثر من اذا تحالف معه. نعم، اذا بصغرته سوف يخرق تيار المرده بمقعد. حقلك اكثر لانه القوات اللبنانيه قويه بمنطقه صغرته وبالمحيط وبصغرته الزاويه، كمان هو عنده مصلحه انه ما يكون معهم لانه يمكن هو شكله خطر عليه. طبعا. نعم، بالنسبه للكوره، شو وضع الكورة؟ وهون بدنا نحكي عن تيار المستقبل كمان، يعني بدائرة الشمال الثالثة، كيف رح يوزع أصواته؟ وهل صحيح أنه بالكورة رح يعطي لناس وبالصغرتة رح يعطي لناس وبالبترون رح يوزع؟ ما في رح يعطي لناس أو لناس، في تحالف صوت التفضيلي. إيه، في تحالف بده يصير، ما في نتفي من هون ونتفي من هون ونتفي من هون. عنده بصغرتة بحدود تقريبا 10,000 صوت سني بصغرته، وعنده بالكوره بحدود 7,000 او 7,500، يعني مؤثرين طبعا بشكل طبعًا كبير. نعم. طبعا، وعنده بالبترون بحدود 1,400 كسني انا عم بحكي. نعم. هلا ما فيك تيجي تقول له، لانه في صوت تفضيلي واحد، ما فيك تيجي تقولي له للوزير الفرنجي او يقول له التيار المستقبل يقول له للوزير الفرنجي انه نحن راح نعطيك قسم منهم. في ضمانه؟ ما بعرف. ما فيك يجي يقول له للتيار الوطني الحر بالبترون عندي 1,500 رح اعطيك ال 1,500. رح يقول له طيب انت بال 1,500 وانا عندي مرشح كمان بالكوره، ليش هودي بدك تجيرهم لشخص واحد وانا هون اخذت 1,500؟ في مشكله بهذا الموضوع. انا برايي تيار المستقبل بده ياخذ قرار حازم انه انا بدي اتحالف مع هالجهه هاي حتى يكون صديق للكل. والا رح يصير في خلاف اصلا، خاصه بس تطلع اللوائح وتطلع النتائج ومين خسر ومين ربح. رح يحطوا اللي بيخسر، رح يحط حكما بالكوره وبصغرته وببشري وبالبترون على تيار المستقبل. لانه عنده بحدود ال 17,000 بهالدائره، يعني قادرين يغيروا يعني أكيد بشكل كثير كبير. اكيد ببشري يعني قادرين يغيروا، يعني مش هينه انه الحاصل الانتخابي بيدعموه بشكل غريب. ممكن ببشري تخسر القوات المقعد الثاني؟ لا لقلك هلا عم بيلعبوها ذكيه ببشري. عندهم ببشري، بمنطقه بشري عندهم تقريبا هن اكثر من بحدود ال 60%. ولانه في مرشحين اكثر ضد لائحه القوات اللبنانيه، هوديك رح يتوزعوا 30%، رح ينقسموا 30%. يعني راح افترضي اخذ 12 ب 18، يعني ما راح ياخذوا الحاصل قصدك يلي بياخذوا هلا ما بعرف اذا بياخذوا او يمكن ما ياخذوا الحاصل الانتخابي او بياخذوا لانه هن لوحدهم مش مترشحين، هن مرشحين مع لائحه فيها 10. نعم. اذا اخذوا اصوات تفضيليه اقل بتطلع من اللائحه، مش منهم هن، بيطلع من هونيك. هلا اللعبه اللي عم يلعبوها القوات انه هن عندهم فائض، يعني هال 60% اللي موجوده بيوزعوها على اثنين، يعني هذا بياخذ 30% وهذا بياخذ 30%، 99% او 95% اثنين بينجحوا. نعم.
بالنسبة لتحالف القوات المستقبلي اللي عم نقول انه منه ما مبين انه هو ماشي، بل مبين انه في مشكلة، يعني رغم انه راح الرئيس الحريري على السعودية ما شفنا انه تغير شيء، ما مبين رح يتفقوا بمحل، يعني لا بالدائرة الأولى بيروت رح يتفقوا على ما يبدو، لا بزحلة متفقين، يعني فقط اتفقوا بالأماكن يلي موجود فيها الاشتراك، شفنا بشوف علي. بالنسبة لعكار هون لأن بعدنا عم نحكي عن الشمال، في احتمال يتفقوا القوات والمستقبل بعكار، كون المستقبل منه متفق مع التيار الوطني الحر في هذه الدائرة. بدي أقول لك شغلة، بالسعودية هذا تحليل لألي، بالسعودية طبعا الرئيس الحريري قال لهم، قالوا له بدك تتحالف مع القوات اللبنانية، بدك ترشح فلان، بدك تترشح فلان، هو قال لهم، قال لهم أنا بسعى ما عندي مشكلة، بس أنا بدي مصلحة تيار المستقبل، ومعه حق. بالمناقشات اللي صارت بينه وبينهم قالوا له طيب خلينا نجرب، جرب مع الرئيس السنيورة، بس كان في تفاهم، بيعرف انه الرئيس السنيورة بده ينسحب، واذا ما انسحب الرئيس السنيورة يا هو بده يخسر يا الست بهية بتخسر. انسحب الرئيس السنيورة، صارت حكما الست بهية بتنجح. هلا بالنسبة للقوات اللبنانية قال لهم انا بالنسبة لإلي، بالنسبة لي ما عندي مشكلة، بس بدي مصلحتي. هلا ما اتفقوا المصلحتين، القوات اللبنانيه بدهم اتفقوا بمحل، بحقول لك شغله ليش، القوات اللبنانيه بدهم يتحالفوا على مساحه الارض اللبنانيه مع تيار المستقبل لحتى يمنعوا التحالف بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. وهون ما قبل الرئيس الحريري، الرئيس الحريري، لانه في كومبرومي بين اثنين، بين تيار الوطني الحر وقت اللي انتخبوا رئيس الجمهوريه. نعم، هيدا هو السبب الأساسي. إذا بعكار ما رح تزبط أيضا بين القوات والمستقبل، حتى ولو المستقبل ما كان مع التيار الوطني الحر. في مشكلة اليوم بتلك الدائرة، في مشكلة اليوم بعكار. بعكار أنت اللعبة ذكية الرئيس الحريري، وأنا حقيقة يعني تفاجأت أنه كيف صارت. وليد البعريني نازل ضد بيو وجيه البعريني. نعم. وجيه البعريني هو من الجسر الكبير بموجود لثماني أدار من الأصوات السنية بمنطقة عكار. إجا قسمهم. بس مين هون أقوى، البي أو الابن؟ مش البي هو التقل الأساسي؟ لا أنا تاريخياً إيه. والبي كان هو عم بمهد لابنه، بس صارت اللعبة السياسية، الابن بقي مقتنع من بيو، والبي تراجع بقى، ما أبداً ما قبل الابن إنه ليش بدك تتراجع، طب ما انت مهدت لي الطريق من شهرين ثلاثه ومن اربعه وقلت لي انا وبلشت. هذا اللي خلى ثماني ادار تضعف وتقوى، مش ثماني ادار يعني طبعا اللائحه. نعم. وتقوى لائحه الرئيس الحريري. الرئيس الحريري بياخذ من القصر سبعه بياخذ اربعه، هودي مضمونين، وفي معركه على كمان مقعد يعني خامس، ولا هيدا الحد الاقصى. والسبب الثاني الاصعب انه الخلاف اليوم بين اللواء ريفي وبين الظاهر. شو المشكله بين اللواء ريفي ونائب خالد الظاهر؟ نعرف شو المشكله، على شو اختلفوا؟ يعني لحد من كم يوم كانوا على اساس بلايحه واحده. ما هلا ما بعرف، لانه ما بعرف كيف، اذا بدي اقول لك ليش بدهم يجتمعوا، بس ساعتها بدي انا اضحك انه ليش بدهم يجتمعوا، لانه بدي اقول لك ليش بيجتمعوا هودي المتحالفين يلي هني ضد بعضهم هلا، يلي كانوا ضد بعضهم بالسياسة متحالفين مع بعضهم هلا، صارت ما بقى فينا نقول ليش مختلفين مع بعضهم اللي هو ريفي والظاهر. هلا هونيك عم بيجتمعوا الأضداد والتناقضات للمصلحة الانتخابية، وهذا لازم يجتمعوا للمصلحة. نعم، ولكن هون مش المصلحة الانتخابية لازم تجمعهم هون؟ إذا اليوم كانوا بيصيروا أضعف، اختلفوا على تأليف اللائحة، وأنا بدي هالقد وأنا بدي هالقد. والقوات والكتائب بعكار كان ممكن ينضموا لائحة ريفي الظاهر، فيما لو بقيت لائحة واحدة. في ضباط، شو وضع القوات والكتائب؟ ضباط كانوا مع ما في ضابط أنا بعرف كان مع لواء ريفي وبطل. في ضابط كان من منطقة عكار. نعم. منطقة لبيات. بس هون يعني بضل اللائحتين، يعني لائحة ريفي ولائحة الظاهر، بياخذوا الحاصل انتخابي اثنينهم، او بيصير في خطر هون تتشتت الاصوات اللي ما بياخذ لائحة؟ طبعا طبعا، هذا حسني كانت اتوه لتيار المستقبل، مش هيك قلت لك رح ياخذ اربعه. اول حسني كانت انه انضمام ابن البعريني، وليد البعريني للتيار المستقبل، والثاني هو خلاف الحاصل بين اللواء ريفي وبين نعم. طيب حسب معلوماتك معالي الوزير، على ما اختلف المستقبل والتيار الوطني الحر بعكار، ما الذي منع التحالف بين الطرفين؟ حقلك شغله بدي احكيها معلش،
التيار الوطني الحر، التيار الوطني الحر بده يسمي المسيحيين المقعد الماروني والمقعد الارثوذكسي. هذا بدايه حديثي عم بقول لك. نعم خلينا نحكي، بديش اقول التيار الوطني الحر، رح اقول المسلمين والمسيحيين. هذا بلد هيك، المسيحيين بدهم هن يسموا المسيحيين. يا خي طيب ما بدنا منكم شيء. المسلم لا يقبل، بده يسمي المسلم وبده ياخذ من حصه المسيح. النائب هادي حباش متمسك في المستقبل، لا يمكن يتخلى عنه. عم خبرك ايه عم بقول لك، ما عم بقول لك، عم بقول لك هذا واحد منهم. في التيار الوطني الحر عندهم ماروني بيت جبور، نسيت اسمه الصغير، انه طب لا بدنا ناخذ هذا، ما بدنا ناخذ هادي حباش مثلا. انا بعطي المسلم بس ترك له المقعد الارثوذكسي، لا يعني ما في مرشح إيه ارثوذكسي مش لتيار المستقبل. وبدهم يسموا العلوي. طيب انه بالنهايه التيار الوطني الحر عم بيقول خي طب انا ما بدي تكتلي يكون كله مسيحيه. والقوات اللبنانيه عم بيقولوا كمان ما بدنا تكتلنا يكون مسيحيه، بينما التكتلات فيها البقيه فيها مسيحيين. يعني الحزب الاشتراكي في مسيحيه، التيار المستقبل في مسيحيه، حزب الله في مسيحيه. طيب ليش المسيحيين؟ هالمشكله الكبيره يلي ما عاد عم بيظهرها. طيب انتقلنا من الاكثر للنسبه، طيب وين صرنا خي؟ شو عملنا؟ خلينا لكن على الاكثر هيك هيك اخذين حصه المسيحيين. نعم. هيك عم بيفكروا اخذين حصه المسيحيين، خلينا بالاكثر خي احسن. ساعتها من انه هلا ربحتونا جميله بالتفكير، يعني ربحتونا جميله هن عم بيقولوا طيب على اساس انه المسيحي بيطلع مسلم والمسلم بيطلع مسيحي. شفنا انه لا، الخلافات اليوم بالتحالفات هي حول النقطة هيدي بالذات، وبيعكر الوضع على الشيء. بينما طيب بجزين، حطيكي مثل فائع، بجزين التيار المستقبل بده كتلوكي. وطبعا والرئيس بري مصر على ابراهيم عزار يلي يعني هو حيكون بالتكتل معه. وتيار المستقبل ما بيتحالف مع التيار الوطني الحر اذا ما كان المرشح الكتلوكي معهم هو مع ست بهية. خدي بالقصة. طيب يعني بكره وبصير بزحلي نفس الشيء، انه انتم فرجوا هن المسلم عم ينطلق من شغله كثير مهمه. يا اخي يمكن معه حق، يمكن ما معه حق. يعني انا هاي المناصفه مش يعني بعد مش خير ابي راسه، انه كيف يعني تلتان بتلت او 36% مقابل 63% او 64%. هيدي ما عم بتروح من وان كانوا ما بيحكوها، بس ما بتروح من الدهن. يعني هاي موضوع نرجع نتطرق لموضوع الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري وقفنا العد. لا يكفي يا دولة الرئيس انك وقفت العد، كان يكفي ان لا توقع على قانون التجنيس سنة ال 94. هذا اللي كان بدنا اياه. واللبناني اللي بحق له لازم ياخذ ان كان مسلم وان كان مسيحي. نعم. قبل ما توقف مع الفاصل تاختم بعد هيدا سبب مشكله كبيره اليوم، اقول لك اياها ولاقول لهم للنساء اليوم بلبنان. قانون التجنيس اللي صار يلي 90% منه كان باوراق ناقصه وباوراق مزوره، هيدا رح سيقف عائق ضد اعطاء الامراه هويتها لابنها. لانه الاختلاف الديموغرافي بلش من هداك المرسوم. يعني عندك 120 الف ملف كان بوزاره الداخليه، تقريبا بحدود 6 او 5% مسيحيين والباقي مسلمين، الباقي واغلبيتهم سني، باغلبيتهم سني. طيب كيف بدك تيجي هلا خربطنا المعادله بال 94؟ بدنا نرجع نخربطها. طالعين المعترين النساء اليوم وهن معهم حق، بس طالعين هالمشكله اللي هن عم. انا برايي لازم يلاقى حل لهذا الموضوع ويشوف كيف بدا. ما بقى كثيرين، كنا نحن 39، كنا تقريبا 39% بال 2009، اليوم المسيحيين 36%. طيب بعد 30 سنه بصيروا 20%. طيب كيف معه حق المسلم؟ يقول لك تعال لك خي، كيف يعني انتم 20% وعم تاخذ نص عدد النواب؟ نص مش بس نص عدد النواب، نص الوظائف، نص الاجهزه الامنيه، نص كل شيء. طيب بس هون كمان مسؤوليه المسيحيين، هون مش مسؤوليه جنب المسلمين. اذا المسيحيين عم بيقل عددهم وعم بيهاجروا او ما عم بيقدموا طلبات على الدوله تيتوظفوا او ما يعني هذا مش عم بحكي عن هذا، لانه يعني ما هي ما بتشبه بعضها كلها الخبريه. عم نحكي عن الديموغرافيا. يعني انت فيكي هلا المسلم بحق له يا ريتني انا مسلم بتجوز اربعه، وفي ولادات اكثر عند الطائفه الاسلاميه
اكثر من الولادات عند الطائفه المسيحيه، والمسيحي اللي بيهاجر بيروح ما عادش بيرجع. يعني شكل ابو هذه مسؤوليه المسيحيين. مزبوط، بس بشق واحد بشق صغير مش بشق كبير. يعني حقول لك طب انا شو مسؤولية في ضيعه بجبال، طالما فتحت يا سيد ضيعه بجبال عين كفاع رح اسمي لك اياها، نقصت من 2009 لهلا، يعني بعد 8 سنين كان عدد الناخبين لنفترض 150 نقصوا 7 في ضيعه مثلا. وبرافو، يعني انا ما عم بحكي عم بنتقد، بس عم بقول لك انه في ضيعه شيعيه بمنطقه جبال زادت بحدود 60 واحد. طيب هو مسؤوليه الكنيسه كمان تشجع، شو الكنيسه بلت له روح جواز، بلت له روح جواز، بس في مساعدات ممكن تتقدم للعيال في امور كثير. هذا موضوع بنعمل عنه حلقه كمان، يعني المساعده بالمدارس بالولادات بالتشجيع الولادات عند المسيحيين. هيدا شيء صغير اللي انت عم تحكي منه. هل الكنيسه قادره تساعد كل المسيحيين؟ ما بعتقد. انا بنظري اذا في مثل ما وبنحكي بكل صراحه، مثل ما السعوديه بتساعد الطائفه السنيه، ومثل ما ايران بتساعد الطائفه الشيعيه، مين بده يساعد المسيحيين؟ الكنيسه لوحدها ما بتقدر. يمكن ينبحث هالموضوع، اذا بدكم يبقى ينبحث الموضوع مع البابا، والبابا قدر يوصل انه ما بقى في مسيحيين الا بلبنان. بدكم يبقوا هالمسيحيين بلبنان او ما بدكم؟ وانا باكد لك انه المسلم بيوقف مع بقاء المسيحيين بلبنان، بس اذا تغيرت المواصفات السياسيين اليوم اللي عم بيقولوا بدنا مناصفه الى مواصفات اخرى، شو بعرفني انا شو بيصير بعدين. هذا المقعد الماروني بعكار اخذنا على حديث اخر. بدي اختم بعكار لما بدي اتوقف مع فصل اعلاني. اذا مع ابتعاد التيار عن المستقبل يلي برايك ضامن 4 مقاعد بعكار، شو الحصه المتوقعه على التيار الوطني الحر ولا بقيه الاطراف؟ قبل ما جاوبك وين غلطتهم الكبيره؟ وقت اللي قالوا بده يضلوا في ماروني بطرابلس بيمثل بحدود 2001 بطرابلس، انا موافق يبقى في تمثيل للماروني بطرابلس، بس ليش ما بيكون في سني بالكوره؟ لا بدي اسال، في 7000 صوت، ليش ما السني ليش ما بده يكون في سني موجود ببيروت الاولى؟ ليش ما بده يكون في 2 شيعة بجبال وبكسروان؟ شو السبب؟ انتم وقت اللي عملتوا القانون يا حضرات المسيحيين اهتميتوا انه تشيلوا المسيحي من هون وتحطوه بجيبتكم لحتى تطلعوه، لما ما قدرتوا نسيتوا. نفس الموضوع اللي عانينا منه، وانا راح احكيها واول مره بحكيها، نفس الموضوع لما انعمل قانون التجنيس طلبوا من بطرك سفير انه خيي هالقصه ومشيت وجنسنا 120 الف ملف، اعمل خلينا نمشي بملف ثاني كله المسيحيين. رفض البطرك سفير، قال ما بنعالج السيئه بسيئه. طلعت انه السيئه تبع البطرك سفير انمحت وبقيت السيئه هذيك. هيدي نفس الشيء اليوم. انتم ما قدرتوا تشيلوا الماروني من طرابلس، حطوا سني ببيروت الاولى، حطوا سني بالكوره او بصغرتا. يا اخي كيف هالحكي هذا؟ يعني انا في مجالات انه المسيح يطلع يصير في تخالط وفي عيش مشترك. العيش المشترك ما بيكون من جهه واحده، يعني خلص اذا كان المسيحي مطبوب مع الطائفه السنيه انه خلص صاروا المسيحيين بامان، لا، وكمان لازم يكون المسلم بامان ويضبوا يكون مطبوب بالجناح المسيحي. هذا التعايش المضبوط، مش تكون التحالف، مش بكره التكتلات. طيب. كلها مسيحيه وتكتلات كل فيها اسلام وفيها مسيحيه. رح توقف مع فصل اعلاني مع الوزير ومنتابع من بعده، خليكم معنا. نرجع مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من الحدث مع ضيفي وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل. حضرة العميد، كنا عم نحكي عن عكار وما سألتك سؤال ما صار لنا ناخذ إجابة سريعة. إذا التيار الوطني الحر بدون تحالف مع المستقبل ولا حتى مع القوات، عنده صعوبة، شو حظوظه؟ عنده صعوبة يمكن يمرق واحد، هذا الحد الأقصى برأيك؟ القوات ما عندهم وغيره. القوات مش قدرانين في تحالف. اذا نزل مع وجيه البعريني، اذا تحالفوا التيار الوطني الحر، وبعتقد انا انه كمان حيكون في تيار المردة معه كمان. انا اذا ما بده يكون في تحالف لحتى يقبلوا بواحد ليطلع، اذا بقيوا لوحدهم مثل القوات اللبنانيه في صعوبه كمان،
في صعوبة ما بيطلع حدا. نعم. دائرة الشمال الأخيرة طرابلس المنيا الضنية شو الوضع فيها يعني مع اللوائح يلي صارت معروفة والأسماء الكبيرة بهالقانون بدي أقول لك شغلة. اللي صار أنه المنيا لوحدها بيطلع لها نايب. يعني أي لائحة ما فيها منيا تلغى الانتخابات. مجبورة كل لائحة يكون في مرشح من المنيا. طبعاً. نعم. طبعاً مجبوراً كانت ناقصة وإن كانت كاملة. تصوري ابن المنيا اليوم بيقول لك ما بقى بدي أعمل انتخابات. ما بدي خي اشترك. ولا ممكن. معناتها ما بقى في انتخابات بطرابلس. بس الوضع هلا منه هيك. هلا مش هيك. أنا برأيي في في اليوم. كيف رح تتوزع المقاعد؟ في كل في الزعماء طبعاً بطرابلس. الرئيس مئاتي. في تيار المستقبل. في اللواء ريفي. يعني اللي هن الكبار وفي فيصل بيك كرامي. مين الاقوى هلا؟ رئيس مئات شعبيا بقلب طرابلس هو رئيس مئات. كم مقعد بياخذ برايك من اللائحه؟ من اصل يعني طبعا ما نحكي مع سيره الضنيه ومع المنيا. هلا هون بدي اقول له انا الرئيس مئات اليوم بانضمام كاظم الخير رح يمكن في صار يمكن أكثر قابلية إنه يطلع كاظم الخير ويأشتك واحد من طرابلس. عرفتي كيف؟ يعني الرئيس بعتقد أنا إنه مثل ما عملناها هيك على أساس 2009 الانتخابات. نعم. وشو أخذ كل واحد وكيف صار اليوم التغيرات على الأرض. الرئيس نجيب مئاتي بياخذ 4 تيار من بينهم المقعد الماروني. أربعة. حتى أنه مضمون للوزير السابق جعبيد. ما في شيء اسمه مضمون للوزير جعبيد. هلا رح يشرح لك بالآخر. 4 التيار مستقبل بعتقد أنا أنه بياخد 3 أو 4 مثل الرئيس مئاتي إذا صار في تكتلات أكثر. اللواء ريفي. اللواء ريفي بياخد يا 1 يا 2 والبقية بياخذوهم لائحة فيصل كرامي. بدي أقول لك شغلة. المسيحي اللي بينزل بلائحة الأقوياء عنده حظ إنه ما ينجح. لا، لأنه الصراع اليوم بده يكون بين السنة الأقوياء بطرابلس. نعم. أي سنة باللائحة حيكون أقوى من المسيحي بهاللائحة. عرفتي كيف؟ مثلا إذا طلع له 4 الرئيس مئاتي، المسيحي اللي معه بده يكون رقمه 4. إذا رقمه 5 وهو أخذ أصوات تفضيلية أكثر من المسيحي يلي باللائحة الثانية هو بيسقط، بينجح المسيحي اللي أخذ أقل باللائحة الثانية. بدها تنلعب ذكية. مشان هيك عم تقول إنه منا مضمونة للوزير السابق جعبيد. أصوات العلويين برأيك كيف رح تصب؟ أصوات العلويين للائحة فيصل كرامي أو كيف؟ أصوات العلويين رح تصب بأغلبيتها بعكار مش بطرابلس، لأنه ما عندهم كثير بطرابلس، عندهم محدود 7000 او 8000 بس علوية طرابلس يعني كيف بده طبعا هلا كمان مثله مثل المسيحي بينطبع على نفسه. يعني ما فيك تيجي تقولي في مسيحيين 20000 صوت مقابل 240000 250000. نعم. اسمح لي قبل ما اتابع معك معالي الوزير، معنا مباشره من السفاره الروسيه بلبنان اليوم في الانتخابات الرئاسيه الروسيه، معنا زميلي حليمه طبيعه لموافاتنا باجواء هذه الانتخابات من السفاره الروسيه. اذا صباح الخير حليمه. صباح الخير كاتين وصباح الخير لضيفك. نحن موجودون الآن في المركز الثقافي الروسي حيث تجري عملية اقتراع الناخبين للانتخابات الروسية والتي يتنافس فيها 8 مرشحين بينهم الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والذي يتوقع أن يفوز بولاية رابعة بعدما كان يعني تولى سدة الرئاسة للمرة الأولى عام 2000. هنا يعني لا يستطيع يقترع إلا حامل الجنسية أو الجواز السفر الروسي. هناك عدد من المراقبين الذين يشرفون على عملية الاقتراع وهم من جنسيات متعددة. سأتحدث إلى مستشار السفارة الروسية في لبنان ديمتري لابيداف، ولكن قبل أن أتحدث إليه علي أن أعدد أسماء المرشحين 8: الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، سيرجي بابورين، بافيل كرودينين، فلاديمير جارينوفسكي، كيسينا سوبتشاك، ماكسيم سورياكين، بوريس تيتوف، غريغوري يافلينسكي،
والآن سأتحدث إلى مستشار السفارة الروسية في لبنان ديمتري ليبيدوف. أهلا وسهلا بك أستاذ ليبيدوف. أهلا وسهلا بكم. فتحتم أبواب الاقتراع هنا عند 8 صباحا وبتوقيت بيروت، وسيتم إقفال أبواب الاقتراع عند 8 أيضا. كيف تقرؤون عملية الاقتراع للانتخابات الروسية اليوم في بيروت؟ أهلا وسهلا مرة تانية، صباح الخير. اليوم في 18 من شهر الأذار تجري في لبنان انتخابات رئيس روسيا الاتحادية في مركز الثقافي الروسي بمدينة بيروت. وأريد أن أقول تفضل، نحن على الهواء مباشرة. مباشرة على الهواء. اليوم عملية الاقتراع، هناك 8 مرشحين يتنافسون على مركز الرئاسة لولاية تستمر 6 سنوات، ويعني حتى عام 2024. هل لك أن تحدثنا عن كيف تجري عملية الاقتراع اليوم في مركز الثقافي الروسي؟ نحن نقدر بداية عملية الاقتراع كجيد جدا، لأن روسيا الاتحادية وهذا الشيء من المعروف قد اكتسبت الخبرة السيادية وغنية جدا بتنظيم وإجراء الانتخابات، سواء يعني انتخابات رئيس روسيا الاتحادية. لديكم، شاهدنا عدد من المراقبين، هم من حملة الجنسية الروسية أم من حملة جنسيات أخرى؟ حسب الأنظمة المعمارية في روسيا الاتحادية ممكن سيكون مراقبين من جنسية روسية وكمان مواطني الدول الأجنبية. عند 8 مساء ستقفل أبواب الاقتراع أمام الناخبين حاملي الجواز السفر الروسي، وهل تتوقعون أن تصدر نتائج أولية مساء اليوم أم أن النتيجة ستصدر صباح غد؟ صحيح، نحن سنقفل باب غضب المركز الاقتراع في ساعة 8 مساء، وبنسبة كمية الأصوات للكل مرشح المستقبل سيظهر هذه الصورة. هل لديكم عدد متوقع من المقترعين أن يأتوا إلى هنا لإداء بأصواتهم؟ هل لديكم رقم محدد؟ نحن ننتظر المواطنين الروس موجودين في لبنان حاليا للاقتراع للتصويت، وعندي حاليا ما في أي رقم معيادة. شكرا لك سيد تياب. إذن كنا مع مستشار السفارة الروسية في بيروت. كما ذكرت كاترين، أبواب الاقتراع فتحت هنا عند حليمة عندنا سؤال لألك مساء، وسنوافيكم بأي جديد طبعا، ولكن سؤال لألك حليمة. هل تعلمين يعني إذا ما كانت طريقة الاقتراع هي إلكترونية، يعني هل يقترع اليوم الروس على الكمبيوتر أو يضعون ورقة في صندوق الاقتراع؟ لا هم يضعون ورقة. يمكننا أن نشاهد صندوق الاقتراع هنا، يسجلون أسماءهم عند اللجنة ويدخلون إلى هذه الغرفة خلف هذه الستارة، يسجلون يعني الاسم الذين يريدون الاقتراع به على لائحة موجودة عليها 8 مرشحين، ويضعون الورقة في هذا الصندوق البلاستيكي هنا. شكرا للزميلة حليمة طبيعة من المركز الثقافي الروسي. شكرا كثير لك حليمة. هيك رح ينتخبوا المغتربين عنا معالي الوزير؟ لا طبعا رح ينتخبوا هيك، بس في مشكلة قانونية. شو دور هيئة الإشراف على الانتخابات؟ هيدي يمكن بكرة يكون مدخل لطعن معين بنتيجة معينة صارت. عم تحكي عن المغتربين يعني؟ طبعا الإشراف على هيئة الإشراف بتشرف على المنتخبين برا كمان. كيف بدها تشرف؟ بيروح يعني مندوبين من هون للدول يلي بدهم ينتخبوا فيها ويوزعوا على القنصليات؟ التنسيق بده يصير بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. بس عملية سهلة برأيك لوجستيا؟ بدنا نعمل انتخابات بالخارج، بدنا نطبق القانون، لازم كان ينذكر هالشيء بالقانون مشان ما يكون معرض تساؤل أو طعن بهذا الموضوع. لأنه شو ده؟ طبعا هيئة الإشراف، طيب إذا صار في دفع مصاري هونيك مين بيعرف؟ كيف؟ هيئة الإشراف هي واجباتها، هل هي قادرة توصل على 400 دولة؟ كيف؟ فإذا لازم هالشيء كان
ينذكر بالقانون. وبتتوقع انه يصير في طعون كثير بهالموضوع؟ انا بتصور لانه في هيدي الثغره. اكيد هي ثغره من الثغرات الموجوده. خلينا نتابع سريعا بالدوائر معك معالي الوزير. بعلبك الهرمل كل الانظار متجهه لبعلبك الهرمل، حتى الحزب يعني يبدو، حزب الله يبدو ايضا عم بيعبر عن نوع من قلق من خلال التصريحات اللي عم نسمعها. سيد نصر الله ابدا بكلام من يومين استعداده للذهاب شخصيا والتجوال بقرى ومدن بعلبك الهرمل لشحذ الهمم الانتخابيه، وقال انه هودي حلفاء النصرة وداعش، يعني هل بتقبلوا انه حلفاء النصرة وداعش انه يمثلوا بعلبك الهرمل؟ كيف بتشوف الصورة اليوم وقد ايه احتمال خرق حزب الله كبير في هذه الدائرة؟ لا حزب الله وحركة امل حقيقة، لانه اذا اخذنا نتيجة الانتخابات البلدية بمنطقة بعلبك كانت النتيجة مش غير متوقعة. نعم. يعني حد يعني صحيح كان العدد اللي انتخب ضد تيار ضد امل وحزب الله كان مش هين، واليوم في هجمه لاول مره بتصير، هجمه سنيه شيعيه على حركه امل وحزب الله ومسيحيه بالتحديد كمان. لا شايفين فرصه المسيحيه يعني. طبعا لانه بالقانون النسبي شايفين في فرصه. نعم. وفي في تململ، حقلك في تململ اليوم من كثير من العشائر ومن العائلات ببعلبك يلي اولادهم مطلوبين. نعم. ولحد هلا ما صار شيء بعد، ولم يصدر قانون العفو. نعم. الشغله الثالثه، الهجمه اللي هن خايفين منها ممثله بالشيخ الطفيلي بالرئيس الحسيني بالقوات اللبنانيه كمان، والهجمه السنيه يلي موجوده انه هلا السني عم بيقول انه خيي طيب نحن عم نطلع وبنضلنا بلائحه امل وحزب الله، ليش نحن ما بنكون لائحه لنا وبنكون بغير موضوع بغير توجه؟ هيدي اللي مخوفته اليوم لامل وحزب الله. قد ايه ممكن يكون بحسب طبعا ما عم ننجم احنا وانما بالتحليل يعني والارقام من اصل 10 ماكسيموم، من اصل 10 ماكسيموم، يعني عندك من الصفر للماكسيموم اللي انا عم بحكي الماكسيموم ثلاث مقاعد، يعني معناتها واحد من أصل مقعد مسيحي مقعد ممكن واحد سني مسيحي ممكن مقعد شيعي ايضا يختار حزب الله في بعلبك واحد الهرمل. مسيحي وواحد شيعي وواحد سني. ولكن اذا بقيت الاصوات مشتته واللوائح مشتته، لان اليوم كثره اللوائح بوجه حزب الله ايضا ستقوي الحزب وتضعف كل هذه اللوائح، يعني مثلا ما مبين في تحالف بين القوات ومستقبل لحد هلا مثلا بتلك الدائره، في كثير اليوم شخصيات سنيه يمكن شيعيه مناهضه لحزب الله، وانما ما عم تتوحد بلوائح واحده. ومساله كمان هون يعني النقطه اللي اطلقها سيد نصر الله انه حلفاء النصره وداعش، قد ايه ممكن ترجع كمان تشد فعلا الهمم لمناصري الحزب انه ينزلوا باعداد كبيره ويصوتوا هون للخيار السياسي بعيدا عن ملاحظاتهم على الطرقات وعلى الانماء وعلى كل هال يعني الامور يلي ممكن تشكل يمكن نقمه على الحزب؟ رح اختصر لك اياها على كل الاراضي اللبنانيه، نحن عملنا قانون النسبي لحتى يتمثل اللي مش قادر يفوت بقانون الاكثر، بس على شرط أن يتضامنوا ويتحالفوا، إذا لم يتضامنوا ولم يتحالفوا كأن بعدنا نحن بمشروع الأكترة والعوض بسلامتنا. إذا ما في تحالف انتهى كل شيء، ضل النتيجة هي ذات مع فارق بسيط، وإذا تحالفوا لا رح نشوف بين 20 و25 و30 نائب او وجوه جديده لا تنتمي الى هذه الاحزاب. نعم. الطائفيه. سريعا جدا رح مر على البقاع الغربي، شو شايف الصوره بالبقاع الغربي؟ هلا في خلاف بعتقد رح تنحل هونيك، الخلاف على الماروني يلي طبعا التيار الوطني الحر بده الماروني، تيار المستقبل مش عنده مرشح ماروني، عنده مرشح كمان. ماروني تيار المستقبل يرفض دولة الرئيس إليل فرزلي، ما بدهن اياه للرئيس إليل فرزلي، إليل فرزلي رح يروح مع عبد الرحيم مراد. نعم. هل التيار الوطني الحر بده يتحالف مع تيار المستقبل؟ ما بده مع عبد الرحيم مراد. هيدي إشكالية أنا بنظري بس تألف اللائحة بقول لك تقريبا مين بيطلع مين بيصير. قبل اللوائح النهائية شي. ما فينا نحكي لا لا لا, لا. بشيء يعني إذا تيار وطني حر تحلف مع عبد الرحيم مراد حفظ الألقاب، وشو الحصة تبعه اللي بده ياخذها من هالتحالف؟ لأن هن بيعتبروا إنه الرئيس الفرزلي إنه أنت هذه من حصة التيار، التيار بيقول لا
هو حليف لرئيس الجمهورية مش عنا مش موجود عنا بالتحالف. نعم. هل الخلافات البسيطة اللي نعم اللي زحلة مع الوزير فينا نقول وضحت الصورة أكتر يعني مع القوات بالكتائب سوا مستقبل تيار وطني حر في عنا أيضا حزب الله يعني هون مع عندك 40,000 وفي بنفس الوقت كمان السيدة مريم سكيف كيف بتشوف الرابح الأكبر السورة؟ اليوم الرابح الأكبر اليوم هو التحالف مع تيار مستقبل لأنه 40,000 صوت سني يعني التيار الوطني الحر بتصور مع تحالفه بيطلع لهم ثلاثة مش ثلاثتهم لألهم ثلاثة من نعم من لائحتهم. وشو وضع القوات والكتائب من بعد ما تحالفوا؟ ايه طبعا اذا تحالفوا القوات والكتائب القوات قوية بزحلة يعني هن عندهم نص تقريبا بزحلة والباقي والثاني بيجي التيار الوطني الحر الثالث بيجي الكتائب هذا عم نحكي مسيحيا نعم. من كل الطوائف المسيحية الأرمنية والكاثوليكية هلا انا بتقديري القوات والكتائب بيطلع لهم بحدود اثنين مينيموم وبيطلع واحد للكتلة الشعبية هي اللي هي مريم سكيف اذا عرفت وين بدها تتحالف وبيطلع وبيطلع صاحبنا أولى فتوش طبعا تحالفوا مع حزب الله والشيعي هون مشان هيك لك اذا صار في جديه بتوزيع الطوائف واندرست مزبوط وكان في مكنه مزبوطه لتوزيع الاصوات يمكن الشيعي ما يطلع من اللي مرشحين وامل حزب الله اذا مثل ما عم تقول طبعا اكيد لانه في فائض كبير بالسنة وفي فائض كبير بالمسيحيين إذا عرفوا لعبوها طبعا نعم. بالجنوب رح يكون في معارك مثلا بصور الزهراني رح يكون في معارك بالنبطية حصبيدة بنت جبيل مرجع عيون أم فقط المعركة بالجنوب رح تكون بصيدة جزين بس هلأ بالزهراني الرئيس الحريري طب الرئيس بري نوجه له تحية ما في شك أنه اللائحة تبعه بصير في يمكن المنافسة على المسيحي اذا صار في تحالف مسيحي شيعي حول هالمركز هي اذا اخذوا حاصل انتخابي واحد بيطلع مسيحي لانه الشيعة بالنسبه اصواتهم تقريبا دوبل او اكثر من دوبل بالنسبه للاصوات المسيحيه هلا طبعا بصيدا وعندك سور طبعا معهم بالنهايه عندك الباقي بنت جبيل حصبية مرجع عيون النبطية يلي فيها 11 نائب 11 مرشح حتكون الأغلبية بأكتريتها يمكن يخسروا شيعي واحد إذا تكتلوا ممكن طبعا يعني إذا تكتلوا المستقلين والشيوعي وبيت الأسعد وهل هني ضد أمل وحزب الله نعم ما في شك نعم بيروت بيروت دائرة الأولى خلينا نبلش الدائرة الأولى وين بيروح السني بيرجح هو اللي بيرجح الأغلبية طبعا عندك 7000 صوت هو بيصبوا بلائحة وحدة يعني بيعلوا الحاصل الانتخابي بيعطوا لهاللائحة واحد زيادة والدائرة الثانية ممكن يخسر الرئيس الحريري عدد كبير من المقاعد أم لا بيطلع له أنا آسل 11 مينيموم أربعة مينيموم أربعة إيه بس قد ايه السنة برأيك بيناتهم مينيموم أربعة سنة نعم وممكن ياخذ كمان مقاعد أخرى يعني إيه أكيد الإنجيلي أو الأرماني أكيد إذا عرفوا لعبوها لأنه الأقليات بالدوائر هي بتطلع باللوائح الضعيفة لأنه المنافسة عم بتصير بين الأقوياء من الطائفة الكبيرة يعني من الأقوياء السنة نعم اللي مرشحين اليوم المسيحي بيطلع بالفراطة إذا بدك نعم طيب هون المقعد الشيعي محسوم ل في اثنين شيعة اليوم محسومين اثنين لأمل حزب الله لا واحد محسوم والدرزي محسوم للنائب جنبلاط هلا مش محسوم للنائب جنبلاط إذا قلت لك إذا تركوه باللائحة وهو موجود بلائحة قوية وطلع له أربعة وهو كان رقم ستة ما بينجح نعم اسمح لي بس اخذ رساله سريعه من زميلنا نعيم برجوي موجود بحراج اللي عم بيواكب جوله الوزير جبران باسيل بكسروان يلي بلشت بالامس صباح الخير نعيم صباح الخير تفضل نعيم تفضل نعم نعيم حدثك عم لكن بكل حال تفضل
نعم، يواصل الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر جولته الانتخابية لليوم الثاني على التوالي في كسروان الفتوح، حيث استهلها من الجرد وتحديدا من فارية، حيث زار تمثال القديس شربل، ثم انتقل بعدها الوزير باسيل إلى فردبيان حيث كان له كلمة هناك أمام حشد من الأهالي، أكد فيها وأعرب عن أمله في أن تكون فردبيان شامخة كما كانت عام 88 إلى جانب العماد ميشيل عون، وإلى يعني خلفي مباشرة حيث كنيسة بلدة حراجل وصل الوزير جبران باسيل، وأيضا كذلك يشارك في القداس الذي يقام في هذه الأثناء المرشح شامل روكوز الذي كان معنا له كلمة عن هل فيما إذا كان نجح التيار الوطني الحر في تذليل العقبات وجمع المرشح منصور البون والمرشح نعم فريم في لائحة التيار الوطني الحر، أشار الجنرال شامل روكوز إلى أن هناك حلول وأن الموضوع على طريق الحل، إشارة إلى أنه غدا سيكون هناك لقاء بين الوزير جبران باسيل والرئيس ميشيل عون والمرشح شامل روكوز من أجل وضع النقاط على الحروف فيما يخص هذه المسألة. أيضا سيواصل بعد محطة حراجل الوزير جبران باسيل جولته باتجاه عجلتون وزوم كايل ودرعون في حريصة، وأيضا سيكون هناك افتتاح لمركز التيار الوطني الحر مركز الانتخابي في بلدة حارة صخر، ثم من بعدها غزير والقطين. سنكون معكم في أي جديد كاترين. نعم شكرا لك نعيم. على الوزير الوقت كتير عم بيمرق بسرعة، في كتير بعد مواضيع سريعا جدا. المتن طبعا هلا المتن الكتاب حيطلع لهم واحد، هلا ماكسيموم اثنين اذا بقول لك اذا لعبت مزبوط. نعم هلا بدي اشوف اذا ما ترشح الرئيس ميشيل المر لوين بده يعطي اصواته. في واحد تاني كمان سركيس انا يعني عم بحكي عن اللي ما عدن اللي بنعرفهم. هلا اذا ما ترشح او وين بده يترشح كمان هو عنده حيثيه موجوده على الارض. هلا الارمن صفين، صوت الارمنيين مع تيار الوطني الحر بيكونوا مع التيار الوطني الحر، هودي اثنيناتهم رافعه ليزيدوا الحاصل الانتخابي، يعني بيخليهم يبلشوا من اصل 8 يبلشوا بثلاثة او 4. بقى هلا كيف بتصير بالاخر التوزيعات، شو بيطلع له؟ بيطلع الشيخ سامي ومعه واحد كاتلوكي، او بيطلع معه واحد روم أرثوذكس. هذه ما حدا فيني يعرفها. قوات حظوظهم ضئيلة بالمتن. صعبة. نعم، شوفوا علي بعد ما صار مشان هيك رشح، وأنا حياة لو كانت قصة ترشيح النساء بالمتن، بس هي علامة منيحة إنه ما لازم النساء، وأنا تفاجأت بعكار، أنا كنت امبارح عم بعمل محاضرة. في لائحة كلها نساء. كلها نساء، إجوا حضروا المحاضرة معي يلي كنت عاملها بالقبيل، كان في كثير من العالم. تفاجأت بهالنساء، اللائحة مؤلفة من خمس نساء، وتمنى لهم التوفيق. نعم، لائحة تحالف الاشتراك المستقبل القوات بشوف عليه، كيف ممكن يأثر على النتائج النهائية برأيك؟ في واحد من اثنين بده يسقط، يا جورج عدوان يا زاهل يا ناجل بستاني. وليش قبلوا القوات بالنهايه مع انه كان هذه نقطه اعتراض؟ كان ما بدهم ناجي البساني، كان بدهم انه يكون جورج عدوان مع حفظ الالقاب. نعم يعني انحشروا بالتحالف ومش الحال، واتفقوا على توزيع الحقائب بالتحالف. بس هذا التحالف شكل خطر على واحد من هالاثنين. المقاعد الدرزيه كيف ممكن تتوزع؟ المير طلال طبعا بعلي والشوف، مير طلال تركين له الاشتراكيين، مش مرشحين اشتراك درزي بالمير طلال، حيطلع له واحد، يطلع هو معه واحد درزي. نعم، لانه الوقت كثير صار ضيق، بدي اسالك عن الاضرابات اللي عم بتطوق اليوم هالانتخابات مع الوزير، يعني القضاة بدهم يضربوا، في اضراب الاساتذه، ممكن اضراب ايضا اساتذه الجامعه اللبنانيه، في كلام انه هذه الاضرابات قد تؤدي الى عرقله العمليه الانتخابيه، لانه هن كلهم معنيين مباشره وتنفيذيا بهذا الاستحقاق، هل ممكن فعلا يكون في خطر على الانتخابات من هذه الزاويه؟ القاضي معني اكثر. الاساتذه مش كل الاساتذه يلي ما اخذوا، مش كل الاساتذه، لانه يعني في اساتذه اخذت حقوقها.
القضاة المعنيين أكثر، وما بعتقد إنه القاضي بيفشل عملية الانتخاب. بس رح يضربه؟ لا ما رح يضرب، معلوماتي ما رح يضربه، رح يتفقوا ويحلوها بعدين، أو يتفقوا على أسس من هلأ تتنفذ بالانتخابات. لأنه في حال أضربه بتتعطل الانتخابات طبعاً. يعني محسوم طبعاً بتتعطل الانتخابات. بس شو نظرة القضاء اللبناني للخارج وبرا؟ وبرا عم بيقولوا لهم بكن تعملوا انتخابات، بكن تعملوا إصلاحات بالموازنة تبعكم لنعطيكم مصاري. في اليوم في مؤتمرات برا، لحد هلا اعطيناكم بريز واحد وبريز اثنين وبريز ثلاثه وصار عليكم 90 مليار دولار دين، خبرونا خي على شو بدنا نعطيكم هلا؟ وين راحوا هودي؟ مين سرقهم؟ كيف هلا؟ يعني هذا الموضوع، هذا الموضوع هودي بدون حلقه وحدهم هودي اكيد بدون نعم. حلقه لوحدهم طيب. بتمنى على القضاة انه نحن متكلين على جهازين، جهاز الامني وجهاز القضاء، هودي اللي هن هلا اسس الدوله اللبنانيه. نعم. البرامج ما في برامج انتخابيه مع الوزير بهيدي الانتخابات، وحضرتك عندك انتقاد كبير لهيدا الموضوع، عم شوف التحالفات وتناقضات، يعني توجهات استراتيجيا مختلفه تماما، حتى بالداخل في خيارات مختلفه، وانما عم تنوجد على لائحه واحده، بنشوف مرشح ما بيزبط على هاللائحه بجرب باللائحه الثانيه، بجرب بالثالثه ما زبطت بالثالثه بيعمل لائحه وحده، هذا المشهد أنا كله انا شبهتهم. أنا كيف بتعلق عليه؟ رح علق عليه يعني هود المرشحين وبيعطوا بيعملوا برامج وبيطلعوا بيعطوا شعارات وبيعطوا عناوين، يعني بتحسي كانه تقريبا صاروا قريبين للقديسين، يعني بدنا نروح نتبارك منهم، لانه الكلام اللي عم يحكيه يعني مش معقوله انه يعني بخليكي تبكي عم بحكيكي جد. لا انا بدي حاسب مش على اللي بدك تحكيه، لانه يا حبيبي بس تطلع نايب بتبطل تحكي معي لحاسبك. انا بدي حاسبك على تاريخك. شو تاريخك؟ ما بدي برنامجك، لانه بعرف انه انت منه طالع بايدك بالنهايه. هلا الكل عم تقول للكل يعني. للكل للكل للكل، لانه بالنهايه من ال 128 نايب رح نشوفهم بكره، رح نشوف في 8 نواب بس هودي اللي بيحكوا بمجلس النواب، وهن اللي بيقرروا شو بده يصير. بقى انت ما تربحنا جميله خيي، نحن ما حننتخبك الا على تاريخك، اذا كنت ادمي، اذا كنت نظيف، اذا كنت تساعد الفقير، اذا كنت انت بتقبل انه الامراه تكون معك، والاهم من هيك سمعني يا حضره النائب، سمعني انه انك انت رح تعمل مشروع قانون بس تصير نائب وتقاتل بهذا الموضوع لالغاء معاش التقاعد، مش معاش هلا، معاش التقاعد للنائب، لانه النائب مش موظف، النائب ينتخب من الشعب، واللي بياخذ معاش تقاعد هو الموظف، انا وانت هاو نحن الموظفين، انت مش موظف الا اذا انت بدك تهمش حالك وتقلي انك انت موظف، اعمل معروف قلي انه انت بكره رح تشتغل وتقاتل بمجلس نواب لالغاء معاش التقاعد، خاصه وانه اليوم بصدد برمجه الموازنه بلبنان، وانتم عم بتشيلوا من هون ومن هون ومن هون. شرف يا حضرة النائب اليوم اللي انت موجود، بكره بدك انت بدك تجتمع لحتى توافق على الموازنه، شرف انت، بلش بحالك وحط بالقانون الغاء معاش التقاعد للنائب. 99% من المتقاعدين مع 90% من اللي بدهم يطلعوا بكره من اكبر اغنياء لبنان، وهني مش بحاجة أبدا، نحن بحاجة للملايين اللي بتنصرف كل شهر لنعطيها للجمعيات الخيرية، نعطيها لشهداء الجيش وشهداء اللي عم بيضحوا كرمال هالبلد. هيدا انه تصوري عائلة شهيد بالجيش بالأجهزة الأمنية، ما بدي احكي بغير بها، انه بتقبض 400 دولار او 500 دولار، ونائب ربحني جميلة وعمل 4 سنين وما اشتغل شيء بيقبض لأول دائرة 6 مليون، إذا عمل دورتين بيقبض 8 مليون، وإذا أكثر ثلاث دورات بياخذ 10 مليون. ومن بعد ما يتوفى بتضل كمان العائلة. والأحلى من هيك إنه مرة أو مشروع قانون إنه إذا توفى النائب بيطلع له العائلة كلها. لا أنا بدي أقول لك شغلة، المعاش اللي بياخذه النائب مزبوط في عليه مصاريف، بس معاش التقاعد ليش؟
بدي اسال نعم. ليش نعم معالي الوزير، قانون العفو بعد الانتخابات بعد في كثير، بركي كمان بحلقه ثانيه مقبله بعد الايام الجايه بنحكي اكثر بتفاصيل تقنيه كمان للانتخابات، وانما اليوم نحكي كمان عن قانون العفو يلي عم يتوقع ان يقر قبل الانتخابات، وانه عم ينحكى الهدف لكسب المزيد من الاصوات، وانه في ثلاث اطراف مستفيدين منه بشكل اساسي. هل برايك ممكن ان يقر قبل الانتخابات بغض النظر عن المشاكل والاستثناءات اللي عم يطالب فيها؟ ان شاء الله انا بتمنى انه اذا بده يقر ما يكون له تاثير على الانتخابات، ما يكون النائب اليوم انه انا عشان ما اخسر شعبيه بدي امشي معه. لا، انت خسار شعبيه بس مشي مع حقوق الغير في حال هذا القانون طلع. انا بدي هون وجه المشكله الكبيره عند اللي ارتكبوا جرائم ضد الجيش اللبناني وارتكبوا جرائم زمان ضد الشعب اللبناني مش ضد الجيش. يعني في مثلا في واحد قتل اثنين، انا بتذكر اثنين بيوزعوا قهوه بمنطقه شتوره. نعم طيب عال هيدا ايه هيدي جريمه النسكافيه الشهيره. جريمه النسكافيه مثلا بعطيكي مثال، هيدا ما ارتكب مع الجيش ولا مع الاجهزه الامنيه، انا هيدا ارتكب مع اهالي. اذا بيقدر يجيب اسقاط حق شخصي ممكن ساعتها، بس اذا ما بيجيب مش لازم. ومع الجيش اللبناني اللي ارتكبوا جرائم، اذا بيجيبوا الاهالي اسقاط حق من الجيش اللبناني، لانه الجيش اللبناني هو المعني بهذا الموضوع، والاجهزه الامنيه كمان قوى امن وامن عام ميت لهم، مش بس الجيش. بس هون اكيد رح تكون الجواب انه ما رح يقدروا، بنعرف موقف اهالي الشهداء اليوم مشان هيك وهيدي الحساسيه. رئيس الجمهوريه موقفه ما بيقدر ما بيقدر رئيس الجمهوريه يلي هو ضابط بالجيش وانا بعرف هذا الموضوع، ما بيقدر انه شهداء صاروا تحت الارض ونيجي هيك بتوقيع انه اللي هلا كيف رح تنحل هالشيء؟ وهن عم يطالبوا بالعفو الشامل دون استثناء. في ابرياء لا في ابرياء موجودين بسجن رومي ومن الاسلاميين خاصه، في ابرياء وانا عشت الاجواء، في ابرياء وهن اكثريه متهمين وهن مش متهمين. طيب ولهم 15 و20 سنه موجودين فوق والمحاكمات يا لطيف من قريبه وعملنا احلى من هيك. على ايامي انا عمرنا هون بقول له لوزير العدل بترجيه يطلع يكشف على المحكمه بمواصفات دوليه كلفتنا مليونين ونص دولار، تنسرع المحاكمات وتنخفف من سوء مساجين الخطيرين ويتعرضوا على الطريق. نعم شو صار؟ اكلها الغبره امبارح عم بسال اكلها الغبره ليه برايك؟ ما بده القاضي يطلع على سجن رومي. طيب هون بدي استفسر منك شغله معالي الوزير، اليوم يلي رح يستفيدوا من قانون العفو هن فقط يلي صدرت احكام بحقهم ولا كمان يلي موقوفين؟ طبعا اللي صدرت احكام، اللي صادره احكام فقط. قد ايه العدد المتوقع انه يستفيد من هيدا القانون في حال تم اقراره؟ يعني يعني اول شيء في كثير بيطلعوا قد ايه يعني بالالاف؟ قد ايه ممكن يكون العدد تقريبي؟ بدي احكي لك شغله، بس بدي اقول لك شغله، في صادر احكام واحد في 12 واحد بسجن رومي، 12 واحد معهم سيدا، في 6 او 7 معهم كانسير، في شي 7 او 8 معهم سكري، وفي واحد قطشين له اجراء وبيحمموه رفقاته. هيدا شو ناطرين؟ لهم 7 سنين على ايامي انا كانوا، انا لي 8 سنين تارك. قصدك هودي بيستحقوا العفو يعني؟ اوكي ليش ما كتب؟ ليش ناطرين انه بننطر هودي مندخلهم معها؟ شو هالحكي هذا؟ طيب انه بالنهايه بس كمان اليوم العالم بتخاف من العفو العام يعني. لا ما في شيء عفو، انه اليوم الناس بتفكر انه رح يطلع اليوم تجار المخدرات وسارقي السيارات واللي مرتكبين اعمال ارهابيه واللي قاتلين، يعني ممكن كلهم اليوم ينتشروا بالمجتمع. ونحن بنعرف انه سجننا ما انه سجن اصلاحي، يعني اليوم يلي كان بهالسجن ما رح يطلع متعلم لقدام، يعني بالعكس يمكن البعض بفوت منه مجرم حتى لو ارتكب جريمه بيخرج مجرم اكثر. فهون من الناحية الاجتماعية قد ايه قانون العفو العام هو حق يعني ولا مشكلة؟ إذا الدولة بتنحشر فيهم إنه يمكن، أنا هذا الشيء اللي بالي أكثر شيء، إنه يمكن يكون في مشاكل قبل الانتخابات. أنا برأيي ينطرح الموضوع إنه المجرمين الكبار أكيد مش رح يمشي هذا، بس أنا عم بعطي رأيي يعني بس مش رح يمشي، لأنه أنا أحد المسؤولين اللي عم بيتظاهروا على الطرقات مع الإسلاميين الموجودين إنه خيي فلتكن شاملة، بس الكبار يعني متهمين. شو عم نحكي أحمد الأسير يعني؟ لا لا لا, لا مش عم بحكي عن أحمد الأسير، ما صدر الحكم فيه بعد، عم نحكي عن اللي صادرين فيهم أحكام وموجودين إنه هودي بينفوهم لبرا.
انا قلت له ما بعرف هذا موضوع منه بهالسهوله، بدك تشوف اول شيء بدك توافي على خاطر الجيش اللبناني. يا عمي ما فيك تيجي انت واللي استشهدوا، مش استشهدوا من طائفه وحده، استشهدوا من كل الطوائف. هذا الموضوع صعب جدا، هذا الموضوع عم بتعاني منه اليوم الدوله اللبنانيه. مشكله اذا ما انعمل، ومشكله اذا انعمل ناقص، ومشكله اذا انعمل كامل. يعني برايك هالشيء رح، يعني هالصعوبه اللي عم تحكي عنها ممكن تعرق الاقرار قبل الانتخابات، ولا الحاجه الانتخابيه ممكن يصير باي ثمن اذا ما بصير في تفاهم من تحت الطاوله مع الاسلاميين بالتحديد؟ انه شو التفاهم؟ انه نمرق الانتخابات على خير، والا حيستغل طابور خامس هالموضوع هذا وباسم الاسلاميين يقوموا بعمل تخريبيه اثناء الانتخابات. اليوم في انا عم بحكيها تتسجل وياخذوا احتياطاتهم الاجهزه الامنيه حول هالموضوع هذا، ما يستهينوا بهذا الموضوع، ما يستهينوا بهذا الموضوع. قد ايه عدد اصلا الاسلاميين اللي ممكن يستفيدوا من هذا القانون؟ يعني يلي محكومين، ما بعرف قديش في محكومين، لو كنت عارفك تساليني كنت جبت لك، بس في فوق ال 120 130 واحد. محكومين قديش مش محكومين قديش؟ نعم. غير جماعه الحريري وجماعه الاسير وهودي. ميشيل سماحه هون شو وضعه بهذا محكوم؟ إيه؟ يعني ممكن يستفيد من هيدا القانون بفعل، يعني قصدي الجرائم يلي هي التهم يلي على اساسها تحاكم، اكيد بتعفيه، ممكن يكون مستفيد من قانون العفو ولا لا؟ اكيد بده يستفيد، اكيد بده يستفيد، لانه اللي بده يستفيد عامل منفذ العمليه، هو حاول ينفذها وما نفذها من وقت من تقريبا من 40 سنه او من 50 سنه، صرنا مرقين من 58 عملنا، بال 73 عملنا، بال 76 او بال 77 عملنا، بال 92 عملنا، بال 96 عملنا، بال 2005 عملنا. يعني كم، شوفي يمكن مغلط برقم واحد، عملنا قانون عفو يعني بال 2005. طبعا انه بالنهايه كان لاسباب سياسيه كمان، طلع اللي ارتكبوا مجازر ضد الجيش اللبناني بسيرة ضمنية، واحد الضباط ذبحوا. اذا لا يمكن تكرار الخطأ برأيك مرة ثانية. قلت لك اذا انعمل في مشكلة، اذا ما انعمل في مشكلة، واذا انعمل ناقص في مشكلة. ما بعرف كيف بدها تعالجها الأجهزة الأمنية، كيف بدهم يشتغلوا مع هالأشخاص هودي، وبرأيي نمرق مرحلة الانتخابات. نعم. وإلا ستبقى الانتخابات معرضة. عم ينحكى في اليوم مصلحة لثلاث أطراف مشتركة بإقرار هذا القانون، مسلحة مسيحية، مسلحة شيعية، ومسلحة سنية. في قسم كتير كبير من يلي بدون يستفيدوا من قانون العفو هن من يمكن بعلبك الهرمل، هن من يعني من المتهمين بتهم إلى علاقة بالمخدرات أو بسرقة السيارات، وأنه في أيضا موضوع العملاء وعائلاتهم يلي موجودين بإسرائيل، وأنه كمان رح ينعفى عنهم، أنه هذا مطلب مسيحي ممكن كمان يستفاد منه مسيحيا، بالإضافة إلى موضوع الاسلاميين والموقفين الاسلاميين. حتى لو اجوا ما بقى برايك هل التقاء المصالح ما راح يمرق القانون؟ يا ستنا لو اجوا وما راح يقدروا ينتخبوا. يعني لو اجوا، لو عفينا اليوم صدر مرسوم عن 10,000، هول 10,000 ما راح يقدروا ينتخبوا بال 2000 باليوم. سجلاتهم مش دغري بتصير. لا 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 يعني. بدها 3 سنين. ايه بس مع عائلاتهم، بس مع عائلاتهم وقرايبهم كلها. عائلاتهم موجودين وعارفين وين بدهم يروحوا وين بدهم يجوا، وهني ما راح يقدروا ياثروا. بس بدي اقول لك شغله، انه بالنسبه لاهين شيء، بالنسبه للبقاع وبعلبك والهرمل، اهين شيء انه اغلبيتهم جرائم تهريب مخدرات، حشيشه، تعاطي، طبعا جرائم قتل، بس فيها اسقاطات، عرفتي كيف؟ في باغلبيتها، هي اهين شيء. المشكله الكبيره اليوم التعدي على الجيش اللبناني، هيدي المشكله، هي المشكله اليوم موضوع اللبنانيين اللي باسرائيل. طبعا فيه كمان اشكاليه، انا تعاملت مع اسرائيل وابني كان عمره 5 سنين وهربت على اسرائيل بال 2000 واخذت ابني عمره 5 سنين، شو له علاقه ابني بالموضوع؟ شو له علاقه طيب ابني؟ لا بس اليوم بينحكى انه هودي عاشوا خلقوا باسرائيل، عاشوا باسرائيل، يمكن ما يرجعوا حتى على لبنان، يمكن ما يكون عندهم حتى مطلب انه يرجعوا. في اشخاص بلبنان عايشين فكريا باسرائيل، مش خلص هذا الموضوع، او بدنا نحله او ما بدنا، انه عايش باسرائيل انه شو يعني؟ بتعرف انه لبنان البلد الوحيد بالدول العربيه اللي بيحاسب انه هذا عميل اسرائيلي وبنحطه بالحبس؟
شو سمي لي شي دولة عربية حطت شي واحد بالحبس، سمي، ما في. نحن الوحيدين المنقاطع او تقريبا شبه الوحيدين المنقاطع هذا عندنا بالقانون، يعني ما بقول لك ايه هذا، وهن عندهم بالقانون، نحن بنتبع هذا القانون انعمل. إيه بس يعني حضرتك شايف هذا شيء غلط يعني احنا الوحيدين؟ لا لا لا. ما هيك تنوضح، ما تنوضح لا 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 بالغلط، بالعكس لازم كل الدول العربيه مثل لبنان عم بيعمل يعملوا. بس اللي انا عم بنتقد الدول العربيه اللي ما عم تعمل مثل ما عم بيعمل لبنان، وبتطلع بالنسبه انه لبنان الوحيد الارهابي ضد الاسرائيليين بي 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 بنظر الدول الاجنبيه وبنظر الولايات المتحده. لا، الدول العربيه، الجامعة الدول العربيه، لبنان بعده عم بينفذ القانون بحرفيته، وبعده عم بينفذ التعليمات اللي بتصدر عن الجامعه العربيه، والبقيه ما عم بينفذوا. نعم، بالنسبه قلت لي مع الوزير مش دغري بيستفيد، اللي بده يستفيد من العفو العام مش دغري فيه ينتخب. قد ايه بده يصير سجله العدلي؟ بالجنايه بده 5 سنين. فتره كثير طويله طبعا، مش انه مساله اشهر حتى. نعم، لحتى اختم هلا اللي كنت وزير انا، بس ما تقولي لي مين، اكتشفت بالصدفه انه احد النواب كان شيء بسيط يعني، بس كان في اشاره على سجله وعمل نايب ما انتبهوا، ما كان لازم ينظف السجل، بعثت وراه قلت له نظف سجلك اذا بدك تترشح مره ثانيه. هو هي الشغله مش لازم اصلا يعني تنعرف لما يقدم ترشيحه؟ هلا صارت قبل حتى ما يصير نايب ما كانت مضبوطه كثير، هلا صارت مضبوطه اكثر لما عملوا مكننه للهويه، وهلا عم بيعملوا مكننه للاحوال الشخصيه. بعتقد انا بصير مضبوطه بحدود 99%. هون كان بدي اسالك سؤال على الانتخابات، لانه صرعنا كثير ما عاد لحقت. اي متى يفترض انه تعلن النتائج؟ يعني بحسب ثاني يوم لازم، لانه قانون جديد وطريقه فرز جديده، يمكن البعض بيفكر رح تاخذ وقت. مش فرز، فالفرز بيصير بقلم الاقتراع، الجمع بيصير بلجنه الايد. لجنه الايد ما عم بيحضروا لها هلا وزاره الداخليه، وعم بيشتغلوا ليل نهار يعطيهم العافيه. عم بحكيكي جد، وانا عم بلاحق الموضوع، عم بتصل فيهم يعني. وهون بوجه تحيه لاثنين، للعميد الياس الخوري وللست فاتن. الست فاتن يعني بدي اقول لك انه بتطلبيها الساعه 10 بالليل، يلي هي مديري العام للشؤون السياسيه، بتطلبيها الساعه 10 بتلاقيها الساعه 10 بالليل بعدها بوزاره الداخليه. يعني انا مع انه النساء تسلم 90% من 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 مؤسسات الدوله، بس يعني تقنيا لوجستيا الامور كلها جاهزه وماشي مثل ما لازم انه تمشي. كله عم بيحضر، كله عم ينعمل، كله عم يندرس موضوع. وما تنسي انه وزاره الداخليه لاول مره بينعمل انتخابات نسبيه منا هينه، والاكثر من هيك بدي اقول لك، وهون انا انه هي الحكومه كلها مرشحه، يعني الوزراء تبعها رح يهتموا بترشيحاتهم اكثر ما رح يهتموا بموضوع ثاني. نحكي هاي انا عم بحكي انسانيا، حكومه مرشحين صحيح، حكومه مرشحين ايه هذا الموضوع بدءا من رئيسها. بس يعني بدي اقول لك انه الوزير الداخليه بالتحديد، انا عم بقول لك انا تفاجأت جد انه عم بيترك الاجتماعات الحزبيه والاجتماعات الشعبويه، ما عم بعمل له دعايه وانا اكيد منها، عم بيعمل اجتماعات بوزاره الداخليه، يوم مع اليو ان دي بي، يوم مع الموظفين، يوم مع الاجهزه الامنيه، لحتى يوصلوا لانتخابات نسبيه امبيكابل. وهون بنوجه لهم تحيه لكل العاملين بوزاره الداخليه. نعم، بدي اختم معك معالي الوزير، بعرف انه الموضوع الاستراتيجيه الدفاعيه ومؤتمر روما ودعم الجيش والقوى الامنيه بده كثير وقت، ولانه قلنا بدنا نحكي عنه ببدايه الحلقه، فكمان كثير سريعا شو تعليقك يعني على الشيء اللي صدر من روما، على موضوع دعم الجيش والقوى الأمنية، على موضوع تعويم إعادة البحث ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية المتوقعة بعد الانتخابات النيابية؟ اثنان مرتبطين بعضهم، دعم الجيش والاستراتيجية الدفاعية. بده يجي بكرة حزب الله يقول لك طب نحكي بالاستراتيجية الدفاعية، هل الجيش قوي؟ لا، استراتيجية دفاعية هي مدخل لنقول له لحزب الله سلمنا سلاحك. ليش ما نضحك على بعضنا؟ لأنه في قسم من اللبنانيين ما بدهم سلاح حزب الله، إن كان الجيش قوي وإن كان ضعيف، وفي قسم من اللبنانيين لا بدهم الجيش يكون قوي لنقول له لحزب الله سلمنا سلاحك. هالاثنين مرتبطين مع بعضهم، ما فيك تيجي تشيلي وحده. طيب عال انا عم بقول لهم للدول الاجنبيه سلحوا الجيش اللبناني يا حبيبي، سلحوا سلاح دفاعي، دفاعي فقط، سلاح دفاعي. يعني اذا ما رأيت طياره من فوق الاراضي اللبنانيه نوقعها لانه عم تخرق، مثل ما طياره بدون طيار تمرق فوق اسرائيل بيوقعوها،
نحمي حدودنا، حدودنا البرية، حدودنا البحرية. مش كل ما طلع صياد بفوتوا هني بالأراضي اللبنانية وبيغدوه وبيغير هذا الحجم وهذا المستوى من التسليح للجيش. وقت اللي أنا كمواطن ساكن على الحدود بطمئن أنه الجيش اللبناني حميني، ساعتها بدي أقول له لحزب الله عمول معروف سلمنا سلاحك، وهو ساعتها بيقول لك خير ريحتيني. بغير هيك رح نضل نخوض الدور بالاستراتيجيات الدفاعية الفارغة. حيبقى الجيش، حيبقى الشعب اللبناني منقسم إلى قسمين، قسم مع حزب الله لأنه الجيش لم يسلح، وقسم ضد حزب الله حتى لو الجيش مش مسلح. فإذا نعملوا معروف، والأرجح للخيار الثاني، وعملوا معروف مبارح بروما، ما عايزين لا رناجر ولا عايزين بدلات ولا عايزين خرطوش، عايزين صواريخ تدافع عن لبنان جوية وبرية وبحرية. نحن هول عايزين، عايزين طيارات هليكوبتر مش مثل هودي اللي موجودين معنا، صوتا بينسمع على بعد 20 كيلومتر. اسمحوا لنا، او يعني اللي عطيونا اياهم اقل وحده عمرها 40 سنه 35 سنه. كيف هالحكي؟ الكاميونات اللي عندنا اياهم اخذناهم من الاردن، هودي عن ايام الحرب العالميه الثانيه دحناهم. الدبابات اللي عندنا اياهم هاكي. طب كيف انا بدي اجي اقول له لابن جنوب اتكل على الجيش اللبناني؟ انا بدي اسال خي، انا لو ساكن بجنوب ما بقبل خي. بدكم تسلحوا لي الجيش حتى قل له بصوت عالي لحزب الله عمول معروف سلمنا سلاحك، صار الجيش قوي. وهو بيتمنى. نعم. انا اكيد. بختام الحلقه بدي ارجع عند زميلي حليمه طبيعه، يبدو انه الى جانبها السفير الروسي في لبنان. حليمه اليك من جديد، تفضلي. نعم شكرا كاترين. منذ قليل وصل السفير الروسي ألكسندر زاسبكين إلى مركز الثقافي الروسي في بيروت وأدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية والتي يترشح لخوضها 8 مرشحين بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين. سعادة السفير أهلا بك مباشرة على الهواء عبر قناة الجديد. لقد أدليت بصوتك الآن، كيف تقيم عملية الاقتراع اليوم في بيروت؟ جيد جدا، ونحن نشاهد الجمهور وكلهم بمزاج كويس، مرتاحين جدا، وهناك الفرح يسيطر. فالناس اجوا على اساس انه بدهم مشاركه شخصيه في اتخاذ القرار الاساسي السياسي خلال هذه الفتره، فترة اللي نحن نتوجه إلى المستقبل في كافة المجالات داخليا، وهناك السياسة الخارجية نحن واثقين بصحة هذه السياسة. فلذلك يعتبر محطة مهمة شعبية وانطلاقة لمرحلة جديدة. نعم، اليوم هناك 8 مرشحين يعني ترشحوا إلى لخوض هذه الانتخابات الرئاسية، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستطلاعات الرأي تشير إلى أنه هو الأوفر حظا بالفوز بهذه الانتخابات بأكثر من 70%. اليوم بحال فاز الرئيس الروسي، هل يكون هناك تغير في السياسة الروسية؟ وبحال لم يفز، هل المرشحين الآخرين سيكون هناك أيضا تغير، يعني سنشهد تغير في سياسة روسيا تحديدا تجاه الشرق الأوسط وسوريا؟ علينا أن ننتظر النتائج، وهي تكون سريعا جدا الخبر عمليا فورا. الآن المتابعة مباشرة في كل الأماكن في روسيا، واللجنة تشتغل سريعا جدا. الشيء الثاني بالنسبة لسؤالك، فأنا لا أتوقع تغيير في الاتجاهات الأساسية، السياسة الداخلية والخارجية. السياسة الخارجية تبلورت خلال النصف الثاني للتسعينات، ودور بوتين كان مهم منذ الأول في بلورة لهذا النهج، ونحن نمارسه خلال كل هذه الفترة، وهذا جزء ضروري جدا لتأمين قدراتنا على الصعيد الدولي. أما السياسة الداخلية فمن المطلوب إجراء الإصلاحات اللي بدأت منذ عدة سنوات ومستمرة حتى اليوم، وبجزء كبير تم استكمال لهذه الإصلاحات، وخلال المرحلة القادمة يجب تطبيق للقوانين المتخذة مؤخرا.
فلذلك المرحلة التنفيذية الآن لدينا وليس مرحلة انتقالية أو مفترقة الطرق. لقد تم اتخاذ القرارات، فالشعب يدرك تماما أنه يجب فقط تأمين الاستقرار في المجتمع وهو قائم، ونحن نتقدم إلى الأمام. شكرا لك سعادة السفير ألكسندر زاسبكين. إذا كاترين كنا مع تصريح للسفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين بعد إدلائه بصمته في مركز الثقافي الروسي في بيروت في هذه الانتخابات الرئاسية التي يعني يشارك فيها أكثر من 112 مليون ناخب روسي. وكما كنت قد ذكرت في رسالة سابقة، أبواب مركز الاقتراع هنا في المركز الثقافي الروسي فتحت عند الثامنة صباحا وستغلق عند الثامنة مساء بتوقيت بيروت. حليمة، هل تملكين معلومات أو أرقام عن عدد الروس من أصل لبناني الذين يقترعون اليوم في المركز الثقافي الروسي؟ نعم، من الصورة يعني التي نشاهدها ومن يعني منذ وصولنا إلى هنا، هناك عدد كبير من المقترعين الروس من حاملي الجواز الروسي وصلوا إلى المركز الثقافي إلى هنا وأدلوا بأصواتهم، ولكن حتى الساعة لا يوجد رقم رسمي. في الساعات المقبلة بحسب ما أكد لنا المسؤولون هنا عن هذا المركز أنه سيكون هناك رقم أدق يعني سنبلغكم. شكرا للزميلة حليمة طبيعة من المركز الثقافي الروسي حيث تجرى الانتخابات الرئاسية الروسية. معالي الوزير، برأيك محسومة للرئيس بوتين يعني بنسبة 70%، قد ايه هيدي فينا نقول انه بدي اقول لك هلا عم ينتخبوا زي ما هي الرئيس بوتين. اصلا السفير الروسي حاطط اسم طبعاً الرئيس هو الروسي طبعاً. اكيد فلاديمير بوتين. بس انا اثرت شوي الحادثه اللي صارت، انا حاحكيك يمكن كان ياخذ اكثر، بس الحادثه اللي صارت ببريطانيا ومقتل ما سمي الجاسوس وبنته خلت المعارضه بروسيا تتجمع اكثر ويتعادوا اكثر حول احد المرشحين الثمانية، وانما لن يغير هذا، لا ما بيغير، بس حياخذ اصوات اقل. نعم، انا بشكر حضورك معنا اليوم وزير الداخليه السابق العميد مروان شربل، اهلا وسهلا فيك من جديد في هذه الحلقه. بشكر متابعتكم ايضا مشاهدينا برنامج الحدث لليوم، والى اللقاء.